في عمل الانفورميشن ثيوري، هو من اصول، هو امريكاني لكن من اصول دويتش. هو اهم حاجه احنا بنستخدمها هنا العلاقه ما بين الفريكوانسي البوت برزنتيشن للامبيدنس، وهو ده احنا بنستخدمه على طول في شغلنا. نيجي نقول ايه هي التكنيكات اللي هي بتبقى الكيمياء الكهربيه بتشتمل عليها. الكيمياء الكهربيه بتشتمل على تكنيكات ممكن نقول عليها ستاتيك ودايناميك. الستاتيك اساسا هو البوتنشيومتريك اناليسيس، الدايناميك فيها حاجات بنبقى كنترولينج البوتنشال وحاجات بنبقى كنترولينج الكرنت. اساسا في كل الكنترولينج بوتنشال غالبا بتبقى الفولتمتري بانواعها المختلفه والامبيرومتري. هنا في زي ما قلنا في الشريحه اللي قبليها، اهم حاجه عندنا التكنيكات اللي احنا بنستخدمها فعلا في القياس بالكيمياء الكهربيه. بنستخدم البوتنشيومتري. البوتنشيومتري بتختلف عن بقيه التكنيكات ان هي بنقيس في عدم مرور تيار، يعني الفولتميتر اللي بنستخدمه بيبقى اوف هاي ريزيستنس مفيش تيار بيعدي. البوتنشيومتري هي اساس استخدام الايون سيلكتيف الكترودز، وده تكنيك وطول معروفه جدا في التحاليل الكيماويه. طبعا الفولتمتري، الالكتروكيميكال امبيدنس سبكتروسكوبي اللي هي زي ما احنا شايفين النيكويست برزنتيشن بتاعتها اللي معموله بالاحمر والاخضر دي. الامبيدنس سبكتروسكوبي ديت بتبقى عباره عن ان انا بقدر اقيس الاعاقه في الدائره الكهربائيه نتيجه تغير على سطح الالكترود او سطح الماده اللي احنا بنقيسها. وسموها سبكتروسكوبي دون لان هي فعلا الطيف بتاعها اللي بيطلع اللي بنعمله بيبقى شكل السبكترم. هنا اهم حاجه بقى في الـ في في الـ في الالكتروكيمستري علشان ان احنا نقدر نعمل تقدم كبير في القياسات بيها. هو اول حاجه مهمه ان احنا استخدمنا، يعني تم اكتشاف حديثا حاجات كتير اسمها باي ماركرز. الباي ماركرز دي حاجه بتطلع من الجسم في البيولوجيكال فلويدز، ودي بتبقى ريليتد لاصابه الجسم بمرض معين. فلو قدرنا نقدر حددنا الباي ماركرز ده نقدر نعمل دايجنوسيس وبروجنوسيس، وممكن اللي هي يعني التنبؤ والتشخيص للامراض. ممكن نستخدمها طبعا، نستخدم قياس الباي ماركرز دي اثناء العلاج الثيرابيوتيك تريتمنت، لان انا اقدر اشوف كل ما بدي الدواء الباي ماركر ده بيقل ولا ما بيقلش. طبعا بالقياس بالكونفنشنال ميثودز اللي هي لقياس الكلينيكال باي ماركرز دي، الطرق القديمه اللي هي او هي حديثه قديمه يعني، لقياس الدي ان اي، استخدام البي سي ار، استخدام الاليزا. لكن الالكتروكيميكال سينسنج لما بتخش في الموضوع ده بتعمل ايه؟ بتخلي عمليه التشخيص والتنبؤ بالامراض بيبقى with high sensitivity and selectivity. هنا ده يعني هنا ده الـ schematic presentation of the electrochemical biosensor. هنا بنشوف الجزء اللي هو السينسينج ماتيريال تبقى مادة حيوية. يعني بنستخدم الدي ان اي او الانزيم او الانتي بوديز او ايفن حتى نستخدم سيل كامله يعني. طبعا بتروح على الترانسديوسر اليمنت. الترانسديوسر اليمنت ده هنا في الالكتروكيمستري ممكن يخلينا نقيس يا اما نقيس يعني فولتمتري امبيرومتري او امبيدنس ميجرمنتس. من ضمن المواد المهمة في عمل المحسات الحيوية هي النانو ماتيريالز. فأنا بستخدم عندي نانو ماتيريالز، يعني مثلا لو قلنا نانو ماتيريالز من أصل كربوني
تبقى ممكن تبقى مثلا جرافين او كربون نانو تيوبز، ممكن استخدم نانو ماتيريال من ميتالز يبقى عندي الجولد نانو بارتكل او السيلفر نانو بارتكلز، ممكن استخدم حاجات مثلا تبقى اوكسايد نانو ماتيريالز يبقى عندي مثلا الكوانتم دوتس، يبقى عندي الكور شيل ماتيريال علشان اقدر تخش في تركيب الكيميكال بيس سنسر. من ضمن الامراض الخطيره اللي هي يعني نرجو الله ان يعيذ الجميع منها هو البريست كانسر. البريست كانسر دوت يعني از تيومر arises within the tissue of the breast. It can occur in both men and women. يصيب الرجال والنساء عافى الله الجميع. طبعا ليه علامات، علامات ممكن بتسهل الكشف عليه، وهي تغيرات في الـ في الـ في الصدر، وجود فلويدز تخرج من النبل او تغير في شكل النبل او احمرار في الناس اللي هم بيبقى عندهم الحكايه دي يعني كترت وكبرت، فبيشعروا ايضا بالام في العظام، وبيبقى في انتفاخ في بعض الخلايا الليمفاويه، وممكن كمان الجلد يصفر. احنا عملنا سنسور بيعتمد على الساندويتش تكنيك، استخدمنا فيه هنا جولد نانو بارتكلز جرافين، فشبكنا الجولد نانو بارتكلز مع الجرافين بلينكر اللي هو بيبقى عنوان سايفين، وبعدين الجولد شبكنا فيها كابشر بروب. كابشر بروب ده سبيسيفيك ل الدي ان ايز او الباي ماركرز اللي هي بتقدر تكشف عن البريست كانسر. ف واستخدمنا طبعا امبريومتريك ديتكشن للباي ماركرز. هم في يعني الباي ماركرز عندنا هنا الجروس فاكتور الاي ار بي بي 2، ده هو بيعبر عن وجود بريست كانسر. وفي برضو كنترول ماركر تاني او سي دي 24، احنا قدرنا نقيسهم بالسنسور اللي هو مكون من الجولد نانو بارتكلز على الجرافين ومحطوط فيها الكابشور بروب، وديت قدرت تدينا ليميت اوف ديتكشن في العشرة اس ناقص 10 مولر، يعني سب نانو مولر لبص ال اي ار بي بي 2 اللي هو سبيسيفيك للبريست كانسر، والسي دي 24 اللي هو بيبقى ككنترول دي ان ايه. اذا ممكن استخدام السنسور ده في الكشف المبكر او الكشف عن البريست كانسر. في مرض تاني خطير اللي هو الكرونيك كيدني ديزيز. كرونيك كيدني ديزيز بتعني ان الدمج اللي موجود في الكدني ده مش هنقدر نتغلب عليه، غالبا مش هنقدر نتغلب عليه، وبيبقى جزء كبير من الكلى اتدمر. يعني هنا شايفين الكليه السليمه شكلها عامل ازاي والتكتشر بتاعها عامل ازاي، في حين ان الكليه اللي اصابها الكدني ديزيز شوف بقت عامله محببه الغطاء بتاعها. اسباب كتيره بتؤدي للكرونيك كيدني ديزيز، منها السكر، ضغط الدم العالي، تعب في القلب، الوراثه، التدخين او كبر السن. احنا هنا عملنا نان انزيماتيك، يعني معظم الحاجات اللي بتقيس اليوريا بتبقى بيستخدم اليوريز كانزيم.
طبعا احنا عارفين كل المواد اللي بناكلها بروتينات او كده فيها نيتروجين، الميتابوليزم بتاع النيتروجين كومباوندز دي بيطلع على هيئه يوريا. اليوريا بتبقى انديكيتور او نقدر نسميها ماركر للكيدني ديزيز. في تكنيكات جديده دلوقتي ان احنا نقيس الماده اللي احنا عايزين نقيسها، ما نقيسهاش في الدم ولا في السلايفا ولا نقيسها ولا في السيرم يعني ولا في البول، نقيسها في السلايفا. السلايفا اللي هو اللعاب ده بيحتوي ايضا على اليوريا ونقدر نقيس منه اللي هنا النون انزيماتيك سنسور اللي احنا عملناه ده نون انفيزيف، يعني ما بناخد العينه من اللعاب، ده بيحتوي على ان احنا حاطين من اكاسيد زي اكاسيد النحاس والكوبر، محطوطه على كاربون نانو تيوبس ومحطوطه على سكرين برينتد سنسور الكترود. ده ادانا تركيزات في ال 10 اس ناقص 12 بيكو مولر. الديتكشن ليميت لليوريا بالتكنيك ده 5 بيكو مولر. ده المواد الكاركترايزيشن بتاع المواد عملناها بالميكروسكوب الالكتروني، فهنا بتوضح ان احنا فعلا المواد ركبت مع بعضيها. ده السكيماتيك برزنتيشن بتاع السنسور، كربون نانو تيوبس حطينا عليها الاكاسيد، حطيناها على السكرين بنت الكترود، وابتدى ناخد عينه من السلايفا ونقيسها بالامبيدومتري. هنا الامبيدومتريك تكنيك ادانا زي ما هو واضح اهو، ادانا خط كالبريشن لاين ممتاز. احنا برضو عملنا الاتش 2 او 2 سنسور بيزد على برضو. هنا احنا استخدمنا بقى المواد اللي استخدمناها على هيئه كور شيل. عملنا كور من الذهب وغطيناه بالتيتانيوم دايكسايد وقسنا في وسط قلوي ال H2O2 وادانا ادانا كالوريشن ممتاز. نقدر نقيس ال H2O2 بيطلع من اي خلايا حيه وبيطلع بيبقى موجود ماتيريال. ادي صوره الميكروسكوب الالكتروني للكورشيل اللي احنا عملناها، وبعدين ادي الكورشيل اهي شبكه في الكربون نانو تيوبز، فالكلام مظبوط. وهنا ادي الكالبريشن كيرف، ده السكيماتيك برزنتيشن بتاع السنسور. وهنا طبعا شايفين احنا لو ديتكشن ليميتس في المايكرو مولر كونسنتريشن رينج. في تكنيكات يعني دي ممكن اعدي عليها بسرعه، اللي هي اللاترال فلو. واللاترال فلو اسي ده بيستخدم يعني بيتباع في السوق، يمكن السيدات يعرفوه اكتر من الرجاله. ده بيستخدم في الكشف السريع عن الحمل، وده بيتكون بيبقى شريحه من مثلا من الورق او السليولوز، مكونه من 4 اقسام. قسم بنحط فيه العينه، قسم بيحصل فيه التفاعل، قسم بيبقى فيه خطين محطوط فيهم انتي بوديز، واحد سبيسيفيك للماده اللي بنقيسها واحد نان سبيسيفيك. لو اتوجد السبيسيفيك هيبقى زي ما في الصوره تحت كده، هيدينا خطين حمر. لو ما فيش السبيسيفيك يبقى نيجاتيف، هيدينا خط واحد. ده الكشف بتاع الحمل، ودي شريحه متاحه في السوق. هنا بقى اهم حاجه عملناها اللي هي الكشف عن الطاعون، بكتيريا الطاعون اللي هي يرسينيا بيستس. بكتيريا الطاعون بينقلها البرغوت زي ما ده دوت من على القوارض زي الفئران وكده. البكتيريا زي ما انتم شايفين شكلها كده، دي انتشرت في سنين قديمه وقتلت ناس كتيره جدا، وغطت يعني بلاد كتيره من العالم. احنا عملنا لها كشف برضو باللاترال فلو اسي، وادانا وده منشور طبعا في الانيتيكا كيميكا اكتا السنه دي 2020، وادى لنا نتيجه ممتازه جدا. احنا برضو نفس الفكره طبقناها على نقدر نقيس اي دي ان اي، وات ايفر هو الدي ان اي. هنا برضو عشان نمشي بسرعه بيكم، التكنيكات اللي احنا عملناها دي ممكن تستخدم لقياس الفيروسات. استخدمت فعلا لقياس فيروسات، يعني لما نقيس الار ان اي اللي هو موجود في الفيروسات ممكن نعمل زي ما احنا شايفين كده، نقدر نعمل تكنيكات
تقدر تقيس مثلا ايه قاسوا بيها الفيروس زيكا، مش عارف يعني، يعني معروف الفيروس زيكا اللي هو كان بيأثر على جمجمة الطفل وهي أمه حامل فيه، فكان بيطلع الشكل زي ما انتم شايفين كده، الجمجمة بتاعته بتبقى تعبانة. برضو اتعمل بفكرة ان احنا نعمل بايو سنسور، البايو سنسور بتاع الزيكا اهو بالظبط اهو كده، ده هنا بيبقى فيه بنحط السبيسيفيك انتي بودي وتيجي العينة فيها الانتيجين يشبك في الانتي بودي يقوم يأثر لنا على الكيمستري بتاع السطح الجرافيني دوت، وبالتالي نقدر نقيس زي ما احنا شايفين بالامبيرومتري او الفولتامتري. طبعا نفس الكلام ينطبق على الكورونا فيروس. واحنا في الكورونا فيروس هنا لازم نعرف ان الكورونا فيروس هو يعني مثلا الكورونا فيروس 2 is a strain of coronavirus اللي هو disease يعني زيه زي الايه الكوفيد 19. ولذلك احنا لو استخدمنا نفس التكنيكات وحطينا الانتي بودي بتاع الكورونا فيروس 2 ممكن نقيس بيه الكورونا فيروس كوفيد 19. هنا هو ادي ده عملنا فيلد افكت ترانزستور هنا. اولا ده طبعا دي الاعراض سريعا كده للكورونا فيروس، وبنشوف ازاي طبعا الحاجات اللي هي موجوده بتبقى سخونيه، اجهاد، كحه ناشفه، صداع، سيلان في الانف، كل دي اعراض والعياذ بالله الكورونا، ربنا يعافي الجميع. هنا هو تأدي الفكره، هو احنا بناخد طبعا العينه السواب من النوز، لازم السواب يخش جوه الاخر اللي هنا هو ده فيلد افكت ترانزستور سنسور، بنحط فيه هنا برضو جرافين ونحط مركب يقدر يشبك الانتي بودي فيه، دي لما يجي تحط العينه اللي فيها الكوفيد فيروس الانتيجينات تشبك في الانتي بودي نقوم نقدر نقيس التغير في الكرنت اللي ماشي. دي الصوره اللي هي بتمثل يعني السنسور اللي اتعمل ده الاف اي تي سنسور الايرلي ديتكشن او الديتكشن اوف كوفيد، بنشوف الانتي بودي بنشوف الانتيجين شابكين ازاي في الجرافين من خلال مركب كيميائي. والف شكر على حسن الاستماع، وارجو ان تكون المحاضره مفيده. بنشكر بروفيسور دكتور محمد نور الدين عباس على هذه المحاضره القيمه، ودايما نتمنى ان هو يكون معانا في كل ورك شوب ان شاء الله. كان المفروض المحاضره الثانيه كان المفروض يلقيها دكتور ربيع يونس اسوشيت بروفيسور ان ابلايد اورجانيك كيمستري، ولكنه اعتذر لظروف طارئه، وعلى ذلك هتكون المحاضره الاخيره لقسمنا في هذا اليوم يلقيها عليكم الدكتور رضا عبد الحميد Research in Applied Organic Chemistry Department، وقد حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء العضوية من جامعة أفيرو بالبرتغال في مجال Metal Organic Framework، وحصل على جائزة التشجيع العلمي لعام 2020 في الكيمياء من المركز القومي للبحوث، وحصل أيضا على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم العلوم الأساسية من أكاديمية البحث العلمي في مصر لسنة 2020. ويلقي عليكم محاضرة بعنوان Metal Organic Frameworks A New Playground for Clean Energy and Environment. تفضل يا دكتور. في البداية بحب أشكر أستاذة الدكتورة نهال علي حمدي رئيس قسم الكيمياء العضوية التطبيقية، والدكتور سيد عبد الحميد التومي رئيس شعبة الصناعة الكيميائية للدعوة الكريمة لإلقاء محاضرة، بالرغم إن أنا أصغر الموجودين الدكتور نور أستاذنا، وهو يعني يعتبر في قامة في شعبة الصناعة الكيميائية وبالأخص في قسم الكيمياء العضوية، فشرفني إن أنا أكون أقول من بعده يعني.
في البداية المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله هتبقى نتكلم على نوع من الماتيريالز اللي يعتبر حاجة ترند جديد، هو الميتال أورجانيك فريمورك واستخدامه في الكلين إنرجي والكلين إنفايرومنت. في المحاضرة هنبتدي نتكلم يعني إيه ميتال أورجانيك فريمورك، إزاي نقدر نحضرها، إزاي بنقدر نستخدمها في الإنفايرومنت، وإزاي بنقدر نستخدمها في الحصول على الكلين إنرجي، وفي النهاية هنقول إيه اللي إحنا قدرنا نستشفه من المحاضرة وإيه اللي ممكن نطوره. في البداية خالص نقول يعني إيه ميتال أورجانيك فريمورك، قبل ما نقول يعني إيه ميتال أورجانيك فريمورك هندي شوية أرقام. لو إحنا استخدمنا الداتابيز الإسكوبس داتابيز وكتبنا في السيرش ميتال أورجانيك فريمورك هنحصل على ريزلت 303,000 دوكومنت ديت على مستوى العالم المنشورين في الميتال أورجانيك فريمورك. بنلاقي كمان إن بدايتها الحقيقية من سنة 99 وابتدي تزيد كل سنة بتزيد عدد الدوكومنت الخاصة بالميتال أورجانيك فريمورك حتى عام 2020 وصلنا ل 50,000 بحث في السنة. تشاينا والولايات المتحدة كان لهم نصيب الأسد في عملية النشر. تشاينا هي أكبر عدد موجود يليها الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هنا المدعاة إن إحنا لو شفنا الجروبز اللي شغالة فبنلاقي في واحد اسمه سوزومو كاتيجاوا ياباني والتاني اسمه عمر فرح من أمريكا. فهنا بنقول إن العلم ليس يرتبط بمكان وإنما العلم يرتبط بمجموعة بحثية. فإن إحنا نلاقي إن أكبر عدد نسبة كبيرة جدا موجودة مع البروفيسور سوزومو كاتيجاوا في اليابان معناه كده إن إحنا نقدر نقول إن العلم في المجموعات البحثية وليس في الدول. لو جينا نعمل ريفايننج شوية ونشوف مصر نصيبها قد إيه من ميتال أورجانيك فريمورك بنلاقي إن مصر بتحقق 257 دوكومنت. والمجموعات البحثية اللي شغالة فيها بنلاقي التلاتة المجموعات البحثية، المجموعة البحثية اللي أنا شغال فيها رضا عبد الحميد في مركز قوم البحوث، يلي محمد الكردي بجامعة زويل، ويلي هنا عبد الحميد في جامعة أسيوط. وإحنا إن شاء الله عملنا كولابريشن مع الثلاث مجموعات الكبار دول بحيث إن إحنا نزود عدد الابليكيشن في التخصص ده. يعني إيه ميتال أورجانيك فريمورك؟ ميتال أورجانيك فريمورك هي بورس ماتيريال عبارة عن ميتال كونكتد مع أورجانيكس. لو شفنا الفيديو البسيط ده عن الميتال أورجانيك فريمورك دي الميتال أورجانيك فريمورك متصورة تحت سطح الميكروسكوب تحت الميكروسكوب سكانينج الميكروسكوب ونبتدي نكبر الماتيريال ونشوف ايه اللي في داخلها. بنلاقي عبارة عن كيوبس متعددة وفي 3D بتاعتها ونشوف احنا نلاقيها عبارة عن كونكشن ما بين الميتالز وما بين الأورجانيك عبارة عن سبونج عبارة ان هي فيها بورستي عالية نقدر نستخدمها في مالتي ابليكيشنز. الميتال أورجانيك فريمورك ممكن تكون موجودة في الـ 1D أو الـ 2D أو الـ 3D ستراكشر. نقدر نحضرها إزاي؟ في طرق كتير للتحضير أشهرهم هما أربع طرق الموجودين على البرزنتيشن اللي هو وجود السيرفس ثيرمال أو الهيدروثيرمال رياكشنز أو وجود الميكانيكوميكال أو المايكروويف أو الإلكتروكيميكال. في وجود السيرفس ثيرمال يعني وجود لازم يكون في أورجانيك سولفنت واشهر الاورجانيك سولفنت المستخدمه في تحضير الميتال اورجانيك فريم ورك هو الدايميثايل فورمامايد. وهنا لازم في الحاله ديت بنستخدم نوع خاص من البوتقات او الكونتينرز اللي بيتم فيها تحضير الميتال اورجانيك فريم ورك هو الاوتوكليفز الموجوده من الستانلس ستيل وبيبقى جواها ماده من التيفلونز بتحط فيها الميتال سولت زائد الاورجانيك لينكر اللي انت عايز تشتغل عليه وتحطه في السولفنت في حراره تحت ضغط ويتكون كريستالين كريستالين ماتيريال. مميزات التحضير هنا في السيرفس ثيرمال رياكشن بتديك فيري ويل كريستالين ماتيريال جود سنجل كريستال بس للاسف الشديد عيوبها انها بتحتاج وقت كتير زائد انها بتحتاج ضغط وحراره عاليه. عشان كده بداوا الناس العلماء يشتغلوا على انهم يخفضوا من معدل استهلاك السولفنت وقالك ان احنا ممكن نقدر نحضر الماتيريال عن طريق الميكانيكال البال ميلينج
وان هو بمجرد انه بيحط الميتال سولت مع الاورجانيك لينكر ويبتدي يحطهم في البال ميلينج ويحصل على الميتال اورجانيك فريم ورك اللي هو عباره عن ممكن نسميه بورس كوردينيشن بوليمر، لان الماده عباره فيها بورستي عاليه جدا. في النهايه قال لك المعيب الطريقه بتاعت الميكانيكال انها ما بتبقاش تكون كريستالين ماتيريال، خاصه ان الميتال اورجانيك فريم ورك عباره في سنسيتيف ماتيريال، مجرد ان احنا بنطحنها فبتغير البروبرتيز بتاعتها وممكن تتحول من الكريستالين فيز الى الامورفس فيز. قال لك ممكن نقدر نعمل نقلل في الوقت ونحافظ على الشيب بتاعه الكريستالينيتي بتاع الميتال اورجانيك فريم ورك ونستخدم الميتال المايكرويف في السينسيس. ولكن الثلاث طرق الموجودين دول ما ينفعوش ككوميرشال، فقال لك الالكتروكيميكال من احسن الحاجات اللي نقدر نعمل بها لارج سكيل سينسيس للميتال اورجانيك فريم ورك، هو ان احنا ندوب الاورجانيك بتاعنا في كالكترولايت ونحط الالكترودز هو الميتال ونقدر يبتدي يجري تيار كهربي فيعمل ديبوزيشن ويعمل ترسيب للميتال اورجانيك فريم ورك. من مميزات يعني المين كاركتر بتاع الميتال اورجانيك فريم ورك، من مميزات الميتال اورجانيك فريم ورك ان هي عباره عن كريستالين ماتيريال، عباره عن بورس ماتيريال، تتحمل درجات حراره عاليه جدا بتصل الى 500 درجه مئويه، السيرفيس اريا بتاعتها بتصل الى 4500 متر مربع لكل جرام، يعني بمعنى ان الواحد جرام من الميتال اورجانيك فريم ورك يقدر يفرد ارضيه ملعب كره قدم مساحته 4500 متر. من مميزات الميتال اورجانيك فريم ورك عن بقيه الميتال اوكسايد او الميتال نانو بارتيكلز ان هي فيها اورجانيكس، الاورجانيك ده بيديني سهوله جدا في عمليه ان انا اعمل تحضيره مختلفه من ميتال اورجانيك فريم ورك، فبقدر احصل على مركبات عديده منها. ايضا المورفولوجي بتاعه الميتال اورجانيك فريم ورك، يعني لو انا شفت زي كمان في الفيديو اللي قبل كده ان هي ممكن تبقى في الكيوبس، ممكن اغير الشيب بتاعها واخليه في الرود او في السفيريكال واقدر اعملها كنترول بكل سهوله. من عيوب الميتال اورجانيك فريم ورك حاجتين مهمين جدا، وهي الاير سنسيتيف وعدم ثباتها في الميه في الاكوا سوليوشن، فبيخلي في عمليه ليميتيشن في عمليه الابلكيشن بتاعتها. يعني مثلا لو انا عايز اعمل ووتر تريتمنت باستخدام الميتال اورجانيك فريم ورك ففي عمليه ليميتيشن هنا، لان هيبقى في عدد محدود من الميتال اورجانيك فريم ورك اللي هو ثابت في الميه او في الاكوا سوليوشن. من الابلكيشن بتاعتها ان احنا نقدر نفصل الالكينز والايزومر بتاع الالكينز باستخدام الجاز كروماتوجرافي سيبريشنز، عن طريق ان احنا بنعمل لها كاستيشنري فيس ونعدي عليها الميكتشر من ما بين الخليط، ما بين الخليط ما بين الغازات المختلفه زي الان اكسين والبنتان، فبنلاقي ان عندنا في الكروماتوجرام المعروض بنلاقي ان عمليه السيبريشن فيري ويل سيبريتد، لان مثلا الريتينشن تايم بتختلف في هنا في سيبريشن تقدر تتعرف عليها بسهوله، تقدر تفصلها بسهوله. ايضا الميتال اورجانيك فريم ورك ممكن يستخدم كهيتروجينيوس كاتاليسيس، اشهرهم او اللي احنا اخترناه هنا كان في برزنتيشن ميكوياما الدر رياكشن، عباره عن اديشن للالكينز الموجوده. هنا من مميزات الميتال اورجانيك فريم ورك از نوت اونلي كاتاليسيس اكستراكت، بتزود سرعه التفاعل، لا ايضا بتعمل سيلكتيفيتي، يعني انا عايز احضر اورجانيك ماتيريال اورجانيك كومباوندز ويز ترانس اور سيس او ار او اس في الستيريو كيمستري، اقدر استخدم ديزاين مختلف واقدر بالميتال اورجانيك فريم ورك واحضر الحاجه اللي انا عايز اعمل لها ديزاين. لو انا عايز احضر ايزومر من السيس اقدر استخدم موف مختلف واعمل سيلكتيفيتي عاليه جدا في حكايه الكاتاليسيس. الميتال اورجانيك فريم ورك ما بتقتصرش كمان على ان هي في الكاتاليسيس وبس، بتستخدم ايضا في الدراج كارير، فممكن اشهر حاجه ان هي الكانسر دراج الموجود زي السيسبلاتين ممكن يتم تحميله على الميتال اورجانيك فريم ورك ويعمل لودنج كابستي عاليه جدا وبيقدر يخش الخليه بسهوله فبيقدر يعالج الكانسر. مش كده وبس، كمان الميتال اورجانيك فريم ورك ممكن تشتغل في السنسور، ممكن زي الدكتور نور ما قال ان احنا ممكن نشتغل كسنسور للاكسجين او ثاني اكسيد الكربون او الايثانول او الميثانول باستخدام ان احنا نقدر نعمل الكترودات من الميتال اورجانيك فريم ورك. اشهر حاجه في الميتال اورجانيك فريم ورك هو الهيدروجين ستورج، ودي تصورة العصر الحديث ان احنا نستخدم رينيوبل انرجي نقدر نخزنها. هنا مقوله مشهوره جدا ان احنا مثلا لو فرضا عندنا انبوبه بوتاجاز بتخزن 25 كيلو
من 25 كيلوغرام غاز، احنا بنقدر نخلي الانبوبه البوتاجاز بنفس الحجم تحت نفس الضغط ونخليها تتحمل 50 كيلو. ليه بس احنا ممكن نحط داخل الانبوبه البوتاجاز ان هنا نحط ميتال اورجانيك فريم ورك بسيرفيس اريا عاليه جدا، فبيقدر تاخد كميه كبيره جدا من غاز الميثان او غاز البروبان الموجود في الانبوبه البوتاجاز، وبالتالي اقدر اخزن كميه كبيره في حجم اقل بنفس الضغط. بعد كده نبتدي نشوف الميتال اورجانيك فريم ورك هيشتغل ازاي في الكلين انفايرمنت. الانفايرمنت هنا خصصت حاجتين اللي هو الاير والووتر. في الاير انا عايز اشيل الريموفال للتوكسيك كومباوندز، التوكسيك جازز الموجوده في الاير نعمل عن طريق عمليه الريموفال او الابسوربشن. اشهرهم هنا غاز الامونيا، غاز امونيا بيبقى كناتج كبير جدا في مصانع الفيرتيلايزر، فببتدي اعمل له ابسوربشن داخل الميتال اورجانيك فريم ورك. هنا اخترنا مثال استخدام السيو بي تي سي كبر بيزد على البنزين ترايكربوكسيليت. عملنا الفريم ورك من الميتال اورجانيك فريم ورك عن طريق البيزد على الكبر، وبدانا نشوف الامونيا ابسوربد قد ايه على الميتال اورجانيك فريم ورك. ففي هنا ثلاثه ميكانيزم لعمليه الابسوربشن، يا اما يتم الابسوربشن في البور بتاعه الميتال اورجانيك فريم ورك اللي هي الكره الخضراء دي، او انه يحصل كونكشن ما بين الميتال ايونز الموجوده في الكورنر بتاع الميتال اورجانيك فريم ورك والامونيا اللون بير عن طريق كوردينيشن، او انه يتم عباره ممكن ميكانيزم اخر اللي هو فيزيكال ابسوربشن. ممكن ايضا الميتال اورجانيك فريم ورك تستخدم في ريموفال البنزين توكسيك بنزينز الموجوده، ممكن زي عندنا الاورثوزايلينز او البارازايلين او الميتازايلين، ونستخدم حاجه زي قمع كده نقدر نفصل نقدر نعمل ابسوربشن للزايلينز والمواد الملوثه المبنيه على البنزين. فجينا نشوف هنا مثال كبيز للميتال اورجانيك فريم ورك مبني على عنصر الزنك، فلقينا ان الابسوربشن كاباسيتي للبارازايلين اعلى من الاورثوزايلينز او الميتازايلين. معناه كده ان ممكن الميتال اورجانيك فريم ورك المستخدم اللي هو الزنك موفس ده يقدر يبقى سيليكتيف للبارازايلين فقط. ايضا من ضمن الغازات السامه اللي هو غاز ثاني اكسيد النيتروجين، ان انا بقى اشوف اقدر اعمل له ايه. في كل مره العلماء بيحاولوا انهم يحصلوا على ابسوربشن كاباسيتي عاليه للغازات، لان كان مستخدم قديما الاكتيفيتد كاربونز وكان ليه اكتيفيتي في الابسوربشن كاباسيتي بتاعته بتبقى قليله، فبداوا يشوفوا كاستراكشر جديد للميتال اورجانيك فريم ورك بالسيرفيس اريا العاليه بتاعته، زائد ان هو ايضا ممكن نضيف فانكشن جروب، فبداوا انهم ممكن يعملوا زيركونيوم بيزد على الميتال اورجانيك فريم ورك ولكن مع اورجانيك لينكر ثانيه زي اليوريا، واليوريا يحصل لها كونكشن مع النيترو ان او 2، يحصل كونكشن عباره عن الكتريك كيميكال كونكشن الكتريك عن طريق الكتروستاتيك كونكشنز، فيحصل ان الابسوربشن كاباسيتي بتاعه ال NO2 بتصل الى حاجات كبيره جدا في الابسوربشن. ايضا ممكن يستخدم الميتال اورجانيك فريم ورك في الريموفال اوف ثاني اكسيد الكبريت. ثاني اكسيد الكبريت بيبقى سام جدا، لذلك ممكن هنا بيستخدموه ان هو يحصل ريموفال، بس انا عايز اعمل ريموفال بكاباسيتي عاليه جدا، فكان احنا نستخدم الميتال اورجانيك فريم ورك فبيدي كاباسيتي عاليه للابسوربشن. ايضا هنا لما بنشوف الميكانيزم بتاع الابسوربشن عندنا ممكن يخش جوه البور، لان لو احنا شفنا الكبر الميتال اورجانيك فريم ورك المستخدم في الحاله دي بنلاقي ان البور سايز حوالي 3 انجستروم، فممكن يقدر ان غاز ثاني كربون يخش جوه البور ويعمل كونكشن داخل البور او يعمل كونكشن مع الميتال ايونز. كمان ممكن يعمل ريموفال للـ H2S كان ناتشرال جازس بيبقى بعدها ملوث بالكبريت، فعشان كده ممكن نعمل ناتشرال جازس بدون وزاوت H2S. فبدأنا يعملوا بطريقة جديدة للتحضير الميتال أورجانيك فريم ورك إن هو يكون الكلاستر وبعدين يشبكه مع اللينير لينكر. فالكلاستر هنا بيكون كان كمان على الرير ايرث ميتال اينز مع تو فلورو بنزويك اسيدز، كان كلاستر
مع الاورجانيك لينيرز اللي هي على اليمين عندنا، ويبتدي يشوف الفريم ورك المكون، فبنلاقي ان عندنا في كره الصفراء والكره الزرقاء. هنا دي هنا اللي بيختلفوا الاثنين ليه؟ لان هنا مع كمان عملنا كلاستر مختلف، ادانا ويند مختلف، فنقدر نتحكم في البور سايز بتاع كل ويند، وبالتالي يقدر يعمل ابسوربشن كاباسيتي عاليه جدا ويبقى مور سيلكتيف لل H2S. في السلايد ديت انا جمعت كل الحاجات اللي ممكنه اللي ممكن تكون موجوده في الاورجانيك بيونيتد، بالاضافه الى ايه اللي ممكن يحصل موديفيكيشن للميتا اورجانيك فريم ورك عشان يبدا يتطبق صناعيا. فكان الاير بوليتنت زي التوكسيك جازز، زي البارتيكليت، زي الفولاتايل اورجانيك كومباوندز، ممكن تتشال عن طريق ثلاث حاجات، يا اما بالاوبن ميتال سايت، يا اما بالفانكشنال جروب، يا اما بالالكتروستاتيك انتر اكشنز. وايضا عشان نتغلب على عمليه النقل بتاعت الميتا اورجانيك فريم ورك انه باودرز، ممكن يتم شبكه مع بوليمرز او ممكن يتم شبكه مع تكستايل. تاني حاجه في الكلين انفايرمنت هو ان احنا نحصل ازاي على ووتر تريتمنت او ماء نظيف، يعني هواء نظيف، ماء نظيف، هو هذه هي الانفايرمنت. فمن ضمن الملوثات الموجوده في الميه، يا اما تكون دايز، يا اما تكون بالسايدز، يا اما تكون فارماسيوتيكال انترميديت زي باراستمولز او اي فارماسيوتيكال بيترمي داخل الويست ووتر. فمن ضمن الدايز كدايز ريموفال، بدانا ان احنا نشوف حاجه تعمل ديجريديشن بصوره. احنا اتكلمنا على عمليه الابزوربشن، هنا بنتكلم على عمليه الديجريديشن، فان احنا نقدر نحضر حاجه كفوتو كاتاليست ويكون سهل التعامل معاه. فبدانا نحضر ميتال اورجانيك فريم ورك مبني على التيتانيوم. التيتانيوم اوكسيد هو الكلاستر بتاعي مع الاورجانيك تو اميل ترفيساليك اسيد. المشكله ان احنا عندنا في بنسميه 125، المشكله ان احنا عندنا اي سيمي كوندكتورز متكون من كوندكتنج باند وفالنس باند. الفرق ما بين الاثنين هو الباند جاب. كلما تكون الباند جاب كبيره فتبقى تعمل ليميتيشن، لان بستخدم طاقه عاليه او استخدم يو في، فنقول ان احنا بنعمل شيفت للفيزبل عشان نقدر نستخدم السن لايت في عمليه الديجريديشن. فبدانا نضيف كابتشر للالكترونز زي السيلفر فانيديت، ومنها حملناها على ماتريكس زي القط عشان يحمل الكاتاليست ده ويبقى ايزي تو ريموف اند مور ابليكابل. وبدانا نشوف عمليه الديجريديشن للرودومين بي والميسلين بلو، ميسلين بلو از كاتيونيك داي والرودومين بي از نيوترال داي، ولقينا انه الافشنسي بتاعت الماتيريال جيده جدا ممتازه، بالنسبه لانها كمان نقدر نعمل لها ريوز، بالاضافه الى انها ايزي تو ريموف اند مور ابليكابل، انها تعتبر ك ممبرين صغير لعمليه الكاتاليسيس. في البستسايد ريموفال احنا استخدمنا الاورجانوفوسفورس يعني كملوثات زراعيه صرف الزراعي بالتعاون مع المجموعه بتاعتنا دكتور عبد الحسن عبد الوهاب دكتور مير حجازي. بدانا نشوف الملوثات الموجوده في الاجريكالتشر ويستز، لقينا ان في معظمها بيبقى عباره عن اورجانوفوسفورس انسكتسايدز زي الاسيون على سبيل المثال. فقلنا الفكره ان احنا نقدر نعمل كفلتر للويست ووتر دي عن طريق ان احنا نحمل الميتال اورجانيك فريم ورك على سيلولوزيك ماتيريال زي القط ان كناتشرال فابريكس، وبعدين نقدر نستخدم هذه الكومبوزايت في الريموفال بتاعه الاسيونز او الاورجانوفوسفورس انسكتسايد. فلقينا ان احنا لو حطينا الكومبوزايت بتاعنا بنلاقي ان القطن لوحده بيشيل حوالي 3.2 من 10 ملي جرام لكل جرام، كبسته قليله جدا، لكن بعد ما حطينا الميتا اورجانيك فريم ورك على القطن وصلت النسبه ل 150 ملي جرام لكل جرام، وديت حاجه عظيمه جدا لان قدرنا نعمل انهانسمنت لعمليه الابسوربشن كاباسيتي بطريقه عاليه جدا. كان السبب في عمليه الانهانسمنت دي هو وجود الميتا اورجانيك فريم ورك. طبعا ما نسكتش على كده، ان احنا لازم نقدر نعرف نشوف ايه اللي حصل عشان يحصل عمليه الانهانسمنت دي، ونشوف الميكانيزم بتاع الابزوربشن عمل ازاي. ومن الاثباتات السبكترال اناليسيز المختلفه وجود الاف تي اي ار او الان ام ار، وهنا في الحاله دي بنستخدم حاجه اسمها السوليد ستيت ان ام ار، فبنلاقي ان المبيد نفسه يمكن يشبك عنده ثلاث اوجه لعمليه الشبك مع
الماتريكس انه يشبك مع الهيدروكسيل جروب الموجود في السيلوز اللي هي القط، او انه يشبك يعمل كوردينيشن عن طريق الميتال كورنرز الموجوده في الميتال اورجانيك فريم ورك، او انه يقدر يخش في البوريسيتي بتاعه الميتال اورجانيك فريم ورك اللي احنا عملناها بالسيرفيس اريا العاليه جدا. ايضا من ضمن الملوثات الموجوده في الميه اللي هي الفارماسيوتيكال زي التون نافسلز على سبيل المثال. من توجهنا بدانا نشوف هل النافسلز ديت ممكن تكبر ريليتيف لايه، لقينا ان اشهر مركبات في الميتال اورجانيك فريم ورك هي الزيريتيك الزيرايتس او بيسموها الزيف موفز الزيريتيك ميتازول فريم ورك. بدانا نشتغل على ان احنا نجيب ماتريكس جديد هو كون الون هنا يعتبر كبروتينز، وبعدين نشبك فيه الميتال اورجانيك فريم ورك، وهنا نقدر نشوف الريموفال كاباسيتي، فبنلاقي الريموفال كاباسيتي عاليه جدا بالمقارنه بالاكتيفيتد كاربونز. ثاني حاجه في المحاضره ان هو نحصل على كلين انرجي. كلين انرجي معناها هنا ليست هو حصول على رينيوبل انرجي، ولكن كلين انرجي بالنسبه للبيئه ان انا اشيل الاكسجين كومباوندز الموجوده في الفويلز او السلفر كومباوندز الموجوده في الفويل او النيتروجين كومباوندز. السلفر كومباوندز خدنا كموديل السيوفينز، ولقينا ان الكومبوزيت الكتير الكومبوزيت اللي احنا حضرناه من الميتال اورجانيك فريم ورك مع القطن لقينا انه بيشيل كميه كبيره جدا، وهنا بسبب ان احنا لقينا ان الابزوربشن تعتمد على الكابتشر انسايد سبور اند في باي باي ستاكينج اور هيدروجين بوندينج سيوفين مع الهيدروكسيد جروب اللي مكونه الماتريكس بتاعي. في النيتروجين كومباوند كان في تو مودلز الاندولز والكينولين، فبدانا نشوف حاجه تكون ايزي تو ريموف ايضا امور ابليكابل كبوليمر، فلقينا البولي سلفونز بدانا نحط عليه ميتال اورجانيك فريم ورك ونشوف الابزوربشن كاباسيتي بالنسبه للاندولز والكينولين. ايضا تكمله للنيتروجين كومباوند ممكن نقدر نستخدم القطن ايضا. اهم حاجه في الميتال اورجانيك فريم ورك ان انت ممكن تعمل لها بوست سينثيتيك موديفيكيشن. لو انت عندك الميتال اورجانيك فريم ورك لوحده نقدر نعمل له بوست موديفيكيشن عن طريق ان احنا نقدر نحط عليه اورجانيك ريجنت اخر، ونقدر نزود عمليه الابسوربشن كاباسيتي. لقينا ان الموف لوحده قبل عمليه الموديفيكيشن بياخد كميه قليله من الفينولز، زائد ان احنا لما بنعمل له موديفيكيشن بيحصل على كميه كبيره من الريموف. ممكن ايضا تقدر تستخدم الفسكوزا او ناتشر فابريكس في عمليه الكومبوزايت، وتقدر تحصل على ابزوربشن كاباسيتي عاليه جدا. الكونكلوجن بنلاقي ان الموف هو عباره عن ان نيو اورجانيك ان اورجانيك هايبريد ماتيريال مستخدم في ريموفال للهيفي الهارمفول جاسز من الميه، وايضا بعمليه الويست ووتر تريتمنت، ومنها نقدر نعمل فويل بريفيكيشن عن طريق الريموفال اوف الاكسجين والسلفر والنيتروجين كومباوندز. الفيوتشر وورك ان احنا نقدر نعمل موديفيكيشن للميتا اورجانيك فريم ورك عن طريق البوست سينثيك موديفيكيشن واستخدامها في الاسيميتريك اورجانيك رياكشن، او ان احنا نقدر نعمل سمارت في ووتر فلتر، ممكن نعمل موبيلايزيشن للميتا اورجانيك فريم ورك ونزود الفوتوكاتاليست افشنسي بتاعتها باستخدام ان احنا نحطها مع ميتا نانو بارتكل ميتا الويس. وشكرا لاستماع حضراتكم. نشكر الدكتور رضا محمد عبد الحميد على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى له مزيد من النجاح والتقدم، كما يشكر القسم جميع العاملين اللي هم عملوا مجهود من وقتهم، ويعني بصراحة بذلوا مجهود كبير جدا لإنجاح الوركشوب. وطبعا بنشكر البروفيسور دكتور محمد هاشم بريزيدنت اوف ناشونال سيرش سنتر، اند البروفيسور دكتور سيد التومي هيد اوف كيميكال اندستري ديفيجن. والان هننتقل الى قسم جرين كيمستري ترأسه الدكتورة فاطمة السماحي هيد اوف جرين كيمستري، وهي اللي هتقدم القسم بتاعها ان شاء الله. اتفضلي يا دكتورة. شكرا
الله الرحمن الرحيم. أنا دكتورة فاطمة عبد الغني السماهي، رئيسة قسم الكيمياء الخضراء، اللي بيشارك النهاردة بمحاضرتين في ورشة العمل بتاعة الشعبة. أول محاضرة للأستاذ الدكتور إيهاب مصطفى زايد، الأستاذ بقسم الكيمياء الخضراء. بروفيسور الدكتور إيهاب زايد is a professor in Green Chemistry Department and has a variety experience in analytical chemistry, metal complexes and waste minimization, and published more than 20 papers in this field. والمحاضرة بعنوان Senses, Spectroscopic and Structural Characterization and Antimicrobial Studies of Metal Complexes and Organometal of New Ligands that have biological and industrial application. بتفضل الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم وقرب بذي علم. عنوان المحاضرة. Characterization and antimicrobial study of metal complex and organometallic of new ligand that have biological and industrial applications. By Ihab Mustafa Zayed, Professor of Engineering Chemistry, Chemical Industrial Division, National Research Center. طبعا انا احب اوضح الاول فكره بسيطه عن موضوع الاورجان المتالك عموما او الكومبلكس عموما عشان تفتح الصوره او مبسطه في صوره بسيطه. الشغل اغلبيه شغل الاورجان المتالك او الكومبلكس بنشتغل في ايه؟ في الدي بلوك اليمنتس. في الدي بلوك اليمنتس بتبقى عباره عن 5 اوربتالز. ال 5 اوربتال تي تنقسم اثناء عمليه الكومبلكسيشن الى 2 كاتيجوريز. اول كاتيجوري 3 تي جي و 2 جي. في طبعا بينهم بايندنج انرجي، فالبايندنج انرجي دي بتحدد بعد كده ستراكشر شكل الليجند او الكومبلكس اللي اتكون، وبتاثر على الخواص بتاعته والخصائص بتاعته اللي هنستعرضها فيما بعد. ودي هتبقى احد الاسباب الرئيسيه. طبعا في سيرز كتيره في المنطقه دي، وبتوضح الخواص الفيزيائيه والكيميائيه لاغلبيه الكومبلكس والاورجان المتالك اللي هي موجوده في الشغل بتاعنا ان شاء الله. طبعا في دول علماء البايونيرز اللي اشتغلوا على بدايه الاورجان المتالك والكومبلكسيمتري، وطبعا اغلبتهم اخذوا جوائز نوبل في التخصص، سواء كان ابلكيشن اوف اورجان المتالك او الباي اورجان المتالك. من ضمن الابلكيشنز طبعا هنقول اورجان المتالك سيربيتيكال والتوكسولوجي والانفيرمنتال والمولكولار ريكوجنيشن ان ايكواس سوليوشنز او في ايكواس فيز والانزيم والبروتينز بيبتيدز والبايو اناليسيس سنسور والدراج ديزاين برزنتيشن والفارماسيوتيكال ابلكيشن والاندستريال ابلكيشن اللي هي المفروض اللي هي ساوندنج في هذا المجال. يعني هناخد بعض الابلكيشن في الانتي مايكروبيال وفارماسيوتيكال ابلكيشن. طبعا ده من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي احنا اللي بتعمل كومبلكسيمتري بقوه او الجوان المتالك هي تاردين ديت امادازول، ودي اتنشرت وكلها ابلكيشن قويه. واستخدم والاوثر استخدم برامج الاثبات، برامج الثيوريتيكال بروجرامز دي مهمه جدا، بتعمل بريدكشن او بتعمل كونفيرميشن للشغل اللي احنا بنعمله، سواء كان كيمستري انفورميشن زي الجاوسيان. بيديني خلفيه كبيره قبل ما اشتغل ان انا مين اللي انرجي ومين الستيبل عشان معايا، ويأثر الطريق ويقلل لي كل الكيميكالز بوليوتنت الموجوده، ويقلل من الكوست. يعني هو كبرانش في جرين كيمستري مهم جدا، بيوفر لي عناصر كبيره قبل ما اشتغل. البرنامج الثاني اللي انا برضو كمقدمه للابلكيشن في الفارماسيوتيكال ابلكيشن اللي هو الدوكينج ستادي. بنعمل دوكينج ستادي ثيوريتيكال سواء انتي كانسر او انتي مايكروبال او انتي انفيرال. بيديني برضو بريدكشن ازاي اي واي همشي فيه واي مركب هيكون مور ستيبل معايا، واعمل كوليكشن لمين من المركبات اللي هشتغل بيها.
دي مقدمه برضو مهمه جدا في الشغل بتاعنا. طبعا في بدخل على البروتين داتا بانك بنزل البروتين اللي هو كومباتبل مع الشغل بتاعي سواء كان ليجند او كان كومبلكس، وبعمل عليه ابلكيشنز وبشوف طبعا ثيوريتيكال قبل ما اشتغل خالص الشغل بتاعي. طبعا دي من ضمن الليجن البرومسنج اللي بتدي اورجان متالك او كومبلكس بقوه، ان عندي ذرات الاكسجين والنيتروجين متوزعه بطريقه بتديني هيكسا وممبر هيكسا وفايف ممبر درينك ممبرينج، بتبقى ستيبل في 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 الاوتبوت ككومبلكسيمتري ولها ابلكيشن قوي. طبعا ممكن الكاتري زي دي او الشبيهه ليها طبعا مع تنويع الشغل ممكن اركبها على ويست زي الكوت لينتر او اي ويست موجوده في الطبيعه، ونشيل بيها ريموفال للميتال كومبلكس اللي بتعتبر الميتال ايونز اللي تعتبر من اهم الهازارد ماتيريال الموجوده في الميه، سواء كان استخدمتها في بعد كده في اجريكلتشر يعني في التربه او شلت بيها اي ملوثات. وطبعا ده الشكل اللي احنا رسمناه بالجاوسن او اللي ترسم بالجاوسن عشان نعرف احنا الشكل المركب بتاعي هيمشي ازاي، واي حته او اي منطقه او اي كافيتي هدخل ميتال او الميتال بتاعي عشان يكون ميتال كومبلكس او الجرام متالك فيها. وده طبعا انذر ستراكشر في الليجند، وده الاوتبوت بتاع الدوكينج اللي اتعمل. وطبعا متضح هنا ان الميتال ايونز او الميتال كومبلكس كان راكب او كان اشتغل مع البروتين في الدوكينج بروجرام، ودي نتائج مبشره، وعشان كده كان في هو بروميس ان يعمل ابلكيشن في الفارماسيوتيكال ابلكيشن كويس. طبعا دي احد الاوتبوت بتطلع من النوكينج بروجرام تو ديمنشن، بتوضح لي الهيدروجين بوند اللي حصلت ما بين الامينو اسيدز الموجوده في البروتين مع الكومبلكس او مع الليجند اللي انا بشتغل عليه. وده نظر اكزامبل من الكومبلكس برضو والليجند اللي كان بروميسنج بتدي اكتيفيتي عاليه كان فارماسيوتيكال ابلكيشن. وده الاوتبوت بتاع الدوكينج باوتبوت مختلف في 3 دايمنشنز وكان بروميسنج بيدي برضو ابلكيشن فارماسيوتيكال ابلكيشن كويس. طبعا دي من ضمن الاوتبوت اللي طالعه في الجاوسن بروجرام اللي بيديني الهوم واللوم. وطبعا الانرجي دي مهمه جدا، دي احنا وضحناها في الاول في تو كاتيجوريز. الكونفيرميشن بتاعي بقى كثيوريتيكال كونفيرميشن هو الجاوسن ده، ان انا بيديني الانرجي اللي هي المفروض هشتغل عليها، والطريق اللي همشي فيه عن طريق الهوم واللومو اللي هو الهاي اوكوبايد مولكر اوبتال واللو ان اوكوبايد مولكر اوبتالز بين تو كاتيجوريز. طبعا ده برضو انذر كافيتي او ليجن كان بروميسنج ود ابلكيشن كويسه جدا، ان الكافيتي طالما متوزعه بالطريقه ال ان ان او او ان 2 او ب تو فورم كومبلكس ان فورم اوف 5 اور 6 ممبر رينج، فدي بتبقى قويه جدا ان هي بتبقى ستيبل وليها ابلكيشن عاليه، سواء كان ريموفال للهازر ميتال كومبلكس ميتال ايونز الموجوده في السوليوشن او الفارماسيوتيكال ابلكيشن بانواعها كلها. ده برضه اشتغل مع البلاديوم مع بس هنا عمل ريال بوند اللي هي الاورجانيك ميتاليك، وعمل كوردينيت مع النيتروجين، وده عمل سينج كريستال وسينج كريستال بلاقيه برضه كونفيرم كاكسبيرمنتال كونفيرم متطابق مع جاوسن او البوت جاوسن سواء البوند لينج بوند لينس او التيتر هيدر الانجل او الانجل عادي، فبيبقى مؤكد للشغل العامل بتاعي. طبعا انا ممكن برضه لو البوت طالع من الجاوسن في الاي ار والان ام ار، فدي احد اللي برضه الكونفيرميشن ستيب اللي انا اتعملت الاي ار مع الثيوريتيكال مع الاكسبيرمنتال وطلعوا ايدنتيكال، ودي الكومباتيبلتي ما بين الاكسبيرمنتال والثيوريتيكال. انذر كافيتي برضه اشتغلت او ليجند اشتغل كان عامل كومبلكس كويس برضه، لان توزيع الاتومز اللي هي مسؤوله، انا بشتغل دايما في الجونتاليك او الكومبلكسيمتري على الاتومز اللي هي عندها لون بير برومسنج تعمل كوردينيت بسهوله، ويا ريت طبعا يكون جنب الاتومز دي كجروب في جروبز بتدي دونيتنج بتبقى بتسهل عمليه اللون بير خروجها احسن من الجروبز اللي بتبقى ويز دروينج بتصعب عمليه خروج اللون بير من على الاتوم. وده احد اوتبوت برضو اللي هم واللومو ستراكشرز، واضح ان هو بيشتغل على المنطقه اللي فيها الكتندنس عاليه، فبتبقى برومسنج تدي كومبلكس احسن واقوى يعني.
وده كلاود ديستريبيوشن في الالكترون دنسي حوالين المركب كله، بتوضح طبعا توزيع الالكترون حوالين الاستراكشر والايه الاماكن اللي انا هشتغل عليها وتكون محدده معايا قبل ما ابدا الشغل العملي بتاعي. طبعا ده كافيتي كويسه جدا، وده بيولوجي عالي تقدر تنديت وعليها بيولوجي اكتيفيتي قوي لتوزيع الاتوم برضو في مناطق كويسه، ودي بتحكم فيها في بدايه تكوين الكومبلكس الليجان ذاته قبل ما اشال الكومبلكس. طبعا ده اوت بوت اللي هو بتاع الدوكينج اللي هو كونفيرم البيولوجيكال اللي كان شغال عليه، ويستخدم هو بروتين ده البروتين داتا بانك، يستخدم 2HQ6 ده البروتين اللي اشتغل عليه، ولا كومباتبل، لان انا لازم قبل ما اشتغل على الليجن او الكومبلكس بشتغل عليه دوكينج لازم يكون النيتف ليجن اللي موجود يكون كومباتبل للشغل اللي هشتغل عليه، مش بشتغل ما بختارش اي بروتين اشتغل عليه، لا لازم يكون كومباتبل النيتف ليجن، يكون كومباتبل للليجن او الكومبلكس اللي هشتغل عليه ككافيتي، عشان ما يبقاش فيه تعارض ما بين الاثنين والنتائج تطلع مش كويس. وده طبعا هيدروجين بوند اللي طلعت وكانت برومسنج كونفيرميشن للشغل بتاعنا، وده برضو احد الليجند اللي كانت قويه في الشغل، وده برومسنج وده شغل نتائج عالي جدا كبيولوجي اكتيفيتي، واستخدم الاسر فيها طريقه النانو في تحضير الكومبلكس والليجند، وده طبعا كان في فارق بين الاثنين، فارق بين طريقه النانو وطريقه عاديه. طبعا السيرفس كانت كبيره والابلكيشن كانت احسن واقوى من الطرق العاديه، وده احد الطرق الجيده ان انا استخدم نانو كومبلكس او نانو ليجاند في الشغل بتاعي، سواء كان في الشغل الريموفال او جرافتنج كوبولمرايزيشن، وفي ريموفال وفي ميتال ايون ميتال سوليوشن او الفارماسيوتيكال ابلكيشن. وده احد الاوت بوت طالع من الدوكينج ستراكشر. برضو في هنا نظر كافيتي كانت قويه جدا، ونعمل سيجنال كريستال عشان كونفيرم التكوين بتاعها، وكان ذرات الاو والاس كانت برومسنج تدي شغل كويس، عندها نمبير كان جنبها نيتروجين دي دونيتنج للالكترون، فبتبقى برومسنج تدي كومبلكسيميتر اقوى او جام تلك اقوى. وده سنجل كريستال طبعا الكبر مع الليجند اللي عندي، كان خد 2 مولكيول من الليجند مع 1 مولكيول من الكبر، وتاكدنا من السنجل كريستال بيها. طبعا عشان اكون سنجل كريستال من كومبلكس او كورجام تالي دي بتبقى صعبه جدا ومش منتشره، لان عاده بيبقى الكومبلكس بيبقى امورفس ان انا هكونه نزيف سول سنجل كريستال تبقى فيه صعوبه، بس بتعتمد طبعا على قوه الليجند اللي انا بدات بيه، وطبعا عمل له انتي كانسر ونعمله انتي بيكوبا. ده يعتبر يعني جرافيك ابستراكت للبيبر كلها اللي اشتغلنا عليها او كونكلوجن شو. طبعا دي كافيتي اخرى كانت مع الكبر والزنك والنيكاكا كومبلكس، وكان ليها انتي مايكروبال اكتيفيتي عاليه، وتاكدنا من ذلك بشغل البيولوجي والبرامج اللي احنا شرحناها. وده كونكلوجن للبيبر كلها، انا بدات بليجند قويه اسمها عملت كومبلكسيشن، وبالدوكينج ستراكشر اكدنا البيولوجي اكتيفيتي، وبالجوسن اكدنا الشغل الثريتيكال كيمي بتاعنا، وعملنا يو في وعملنا دي ان اي كليفج، وكان في شغل بيولوجي كويس فيها. هذا اكزامبل طبعا دي كلوزد رينج، بتبقى جميله ان انا الميتال كومبلكس بيبقى انكلود جوه الليجند، وبديني برومسنج كومبلكس او اورجانو ميتاليك، والابلكيشن بتبقى قويه فيها، بيبقى فيه ستابيليتي للمركب اللي طالع، ان انا انوع في كان انتي بكتيريال او انتي ميكروبال او انتي كانسر، بيبقى برومسنج. وفيها طبعا ذرات نيتروجين متوزعه في المركب بطريقه كويسه، فبتنوع لي الابلكيشن اقوى، بيبقى فيها شغل احسن يعني. وده ده الاوت بوت طبعا بالنسبه للدوكينج اللي طالع، طبعا هي ارتباطها بالامينو اسيد الموجوده في البروتين، بتديني طبعا في بارامتر بتاكد منها، وادتني قوه ان انا فعلا الحمد لله البيولوجي اكتيفيتي اللي انا اشتغلتها كانت صحيحه. دي احنا قلنا ان ممكن اعمل برومسنج للمين اللي هشتغل بيه بيولوجي اقوى، او بعد ما اشتغل بيولوجي ممكن اعمل كونفيرميشن للبيولوجي طلع واكد الكلام سواء كان بدات بيه او انتهيت بيه. طبعا هي انذر بيبر دي كونكلوجن اللي حصل، الليجند تكون وعملنا كومبلكسيميشن بيها والدوكينج
الجاوسيان دي الطرق التأكيدية لينا. طبعا دي الكافيتي وده الكومبلكس اللي اتكون. طبعا هو اخذنا احنا هنا اخذنا 1 من كل ليجان مع 2 من كل من الميتال كلورايد وكون ده كان طبعا ليه بيولوجي عالي جدا برضه لتنوع ذات النيتروجين الموجوده في الليجان. فادتني قوه في الابلكيشنز اللي انا بنتهد بيها بالكومبلكس او الجومتال. طبعا ده الهومو لون والانرجي ديفرنس اللي اكلت لي من 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 الان مركب هبدا بيه ومن من البرومسنج اللي هيبقى فيه ستيل استابيليتي اعلى. طبعا كلما الانرجي كان فيه له انرجي بال بينتج كاتيجوريز اللي احنا شرحناهم في بدايه المحاضره. طبعا ده هو البروتين احد انواع البروتين اللي استخدمتها في الشغل بتاعي. واتاكدت بقى بالدوكينج استراكشر ودي الاوتبوت اللي طلعت. دي انذر اكزامبل وده الدوكينج بتاعها برضو في 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 الشغل بتاعنا. دي طبعا انواع من انواع من الليجند بس طبعا شيلت ان شاء الله ان شاء الله عليها بس بنبتدي برضو نتائج مبشره. ومجموعه طبعا كل ما كان التنوع في الكافيتي اللي موجوده بين الدونيتنج اتومز الان اس او تبقى بتديني برضو فرايتي ان انا انوع في الابلكيشن وبتدي قوه فيها. طبعا دخلت حته جديده اللي هي سايكل كوبلتمتري ان انا اتاكد برضو من هي الريدوكس رياكشن فين والمنطقه اللي يحصل فيها اوكسيديشن ريدكشن رياكشن. دي بتديني برضو تاكيد للمنطقه اللي اشتغلت عليها هي زي ما انا توقعت او كان برومسنج ليا بجانب البرامج الثانيه. طبعا دي الهوم والليجند اللي انا اشتغلت عليه اللي هي ثالث اوتبوت. دي انا نظر انتي بكتيريال ابلكيشنز وعمل سينك ريسر برضو كانت مع الكبر وده برضو كان الشغل الحمد لله طلع سينك ريسر كان فيه كونفيرميشن عادي. ده نظر اكزامبل مع الـ مع الـ مع السيلفر كومبلكس برضو ليجند شغال على ان او كبرمسي. دي برضو ليجند اخرى مختلفه كانيو ليجند خدت توم كيولز من ليجند معهم كيولز من الميتال كلورايد وكون الكومبلكس وكليه انتي بكتيريال انتي ميكروبال ابلكيشن عند كانسر. دي يعتبر بايدنتيت. طبعا في انواع بايدنتيت وتايدنتيت وتقدر وتترا ايدنتيت ليجاند تختلف حسب الكافيتي اللي انا او الكونت عندي. طبعا السينك كريستال كونفيرميشن تيست اكسبرينتر قوي جدا بياكد الشغل. وده طبعا الكونفيرميشن ثيوريتيكال كونفيرميشن اللي هو الجاوسيان زي ما قلنا. في طبعا في تنوع من الهوم والنوم بين اللي هو اكسبكتد داتا واختار طبعا الانرجي المناسبه ليا واللي هي ادتني ابلكيشن بقوه. طبعا ده انا عامل ابلكيشن عن دي ان ايه كبروتين ووضع طبعا الليجند كومبلكس مكانه هنا وعمل لينكد بالهيدروجين بوند وتاكدنا من الشغل التولوجي بتاعه. طبعا هنا في فوق عملنا فوكس للمكان الكافيتي. طبعا دي احد الاوتبوت بتاعت الدوكينج اسمها كلاود ستراكشر. خدنا الجزء اللي هو عليه فوكس وكبر وتكبر ووضح الامين اسيد اللي خد معاه والانرجي اللي طلعت واكدت الاختيار اللي كان الحمد لله كان صحيح في الشغل. طبعا في 10 طبعا 10 ميتال طبعا عمل كومبوسيمتري. هنا عملنا ميكسد ليجاند ما بين تو ليجاند مختلف عشان يكون اسمه ميكسد كومبلكس بين تو ليجاند وخدنا ميتال اللي هو 10 وكان ابلكيشن قويه طبعا. وده الديفرنس في الهوم واللومو انرجيز تاكيدا للشغل اللي احنا اخترناه والتنوع اللي كان فيه. وخدنا طبعا اقلهم انرجي عشان تبقى هي مور ستيبل عن الشغل اللي احنا عملناه. شكرا. بنشكر الأستاذ الدكتور إيهاب مصطفى زايد على المحاضرة القيمة إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله. المحاضرة التالية اللي بيساهم بيها قسم الكيمياء الخضراء في ورشة عمل الشعبة الدكتور ممدوح عطية أبو زيد أستاذ الباحث المساعد بقسم الكيمياء الخضراء. دكتور ممدوح أبو زيد is an associate professor in Green Chemistry Department and has a variety experience in organic chemistry, nucleoside, and developing therapy against the coronavirus, antiviral, anti-tumor, and other biological evaluation. المحاضرة بعنوان Toward developing therapies against coronavirus,
senses and the anti-avian influenza virus activity of novel cytosine cyclic-glycoside analog. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقدم حضرتكم يعني نبذة مختصرة على بعض الدراكس المستخدمة في treatment of COVID-19 ومجهود المركز القومي للبحوث في تخليق وتشييد بعض المركبات الأنالوج أو المشابهة لهذه الدراكس أو هذه الأدوية. المحاضرة title my presentation is toward the search for therapeutics against COVID-19 synthesis of novel pyrimidine and purine cyclic-glycoside. أنا الحقيقة قسمت المحاضرة لأربع categories: one synthesis of pyrimidine cyclic-glycoside, two synthesis of pyrimidine cyclic-glycoside, three synthesis of purine cyclic-glycoside, four synthesis of triazole cyclic-glycoside. كورونا فيروس مش هنتكلم عليه كتير، ولكن كورونا فيروس هو عبارة عن لارج فاميلي في فور من سب جروبس ألفا بيتا جاما دلتا، وفي سبع أنواع من الكورونا فيروس، أخيرهم وأشهرهم اللي هو سارس كوف 2 اللي هو مسبب لكوفيد 19. إذن the difference between the COVID-19 and the coronavirus. COVID-19 هو الإلنس أو هو المرض نفسه، لكن الكورونا فيروس هو الفيروس اللي يسمى SARS-CoV-2 المسبب لكوفيد-19. الحقيقة يمكن بعض الأدوية أو أغلب الأدوية المستخدمة في treatment of COVID-19 كلها already موجودة في السوق: antiviral, anti-inflammatory, anti-cancer, anti-bacterial, and so on. في العلماء وجدوا حوالي 31 دراكس يعني لها بوزيتيف ريزلت اجينست كوفيد 19، منها الافيجان او الفيفيبيلافير، وده دراكس ياباني وكان بيستخدم كانتي انفلونزا انفكشن، منها السيتابين سواء ازال سيتابين او الاميتروسيتابين، دول برضو كانوا بيستخدموا كانتي اتش اي في. في الريبافيرين كان بيستخدم كانتي اتش سي في حاليا في البري كلينيكال. في الريموديسفير الدراج الامريكي الاخير اللي حصل على الابروفال 5/2020. طيب احنا فين من الكلام ده كله؟ احنا الحقيقه في مركز قانون البحوث حضرنا بعض المركبات الشبيهه او الانالوج من هذه الدراكس او هذه الادويه. لو شفنا السيتابين سواء الزالوسيتابين او الميتروسيتابين، هنشوف هو عباره عن نيكلوسايد، عباره عن سيتوسين كابلنج مع الريبوز ادريفتيف. احنا المركبات اللي نجحنا في تحضيرها سيتوسين كابلنج مع الافيلابل شوجر جلوكوز جالاكتوز ارابينوز زيلوز اند سو اون، وشغالين حاليا بحيث نعمل كابلنج على الريبوز. وجه التشابه انه احنا حضرنا سيتوسين والسيتابين في سيتوسين. احنا المركبات بتحتوي على امينو جروب، نفس الكلام كربونيل جروب وهكذا. اذا هناك سيميلاريتي بتوين ذا اور كومباوند اند ذا دراكس which is present in marketing.
ده الريمدوسفير ده زي ما قلنا هو عبارة عن دراكس أمريكي واخد الأبروفال الـ FDA أبروفال في مايو 2020، وإحنا حضرنا دراج يعتبر حضرنا كومباوند يعتبر أنا الريمدوسفير. الريمدوسفير عبارة عن النيوكليوتايد، عبارة عن برو دراج. الكيميكال ستراكشر للريمدوسفير بتكون من 3 بارتس، اللي هو البيورين اللي هي النيتروجينس بيسس اللي هي البيورين كابلنج مع الريبوز وكابلنج مع الفوسفور اميديت. نفس الكلام الاور كومباوند او التارجت كومباوند اللي احنا حضرناه بتكون من 3 بارس، بيورين كابلنج مع الشوجر كابلنج مع الفوسفور اميديت، وبالتالي في سيميلاريتي عاليه جدا بين اور كومباوند اند الريمودسفير. الريبافيرين عبارة عن نيكلوسايد بيستخدم كان انتي اتش سي في، وبالتالي حاليا داخل في البري كلينيكال لتريتمنت اوف ذا كوفيد 19. والكيميكال ستراكشر عبارة عن ترايزول كابلنج مع الريبوز. الاور كومباوند او التارجت كومباوند اللي احنا نجحنا في تحضيره برضو نيو ترايزول كابلنج مع الشوجر. لو شفنا حضراتكم تحضير بعض السيتوسين اللي احنا حضرناها، اولا ايه توورد ديفلوبينج ثيرابيز اجينست كورونا فايروس سينسيس اند انتي ايفيان انفلونزا فايروس اكتيفيتي اوف نوفل سيتوسين سايكلوكوزايد انالوج. دي بعض الميثود اللي احنا قدرنا نحصل من خلالها على السيتوسين سايكلوكوزايد او سيتوسين ادريفتيف سايكلوكوزايد. حضرنا الصوديوم بيريميدين سايوليت او البيريميدين سايول من الصوديوم سايوليت لسيانو اسيتانالايد ودي البانيدين، وبالتالي عملنا ان سيتو، فعلنا الصوديوم بيريميدين سايوليت ان سيتو ودي 2-3-4 تترا اكسجين استايل الفا دي جلوكو اند جلاكتوبانوزايل ابروميد، علشان في الاخر نحصل على الكومباوند نمبر 6 اللي هو عباره عن بيريميدين سايكلوكوسايد او سايتوسين سايكلوكوسايد ادريفتيف. ده المركب ده اللي هو بروتكتد، انا بحضر الالفا بروم شوجر بعمل بروتكشن للفانكشن جروب عشان الكابلنج يحدث على الانامور كبروتون اللي هو نمبر كربون نمبر 1. بناء عملنا هيدروليسيس لهذه المركبات بامرار الامونيا الدراي امونيا في الميثانول عشان نحصل في الاخر على الفاينل برودكت اللي هو يعتبر فري شوجر. This compound confirmed by elemental analysis and spectral data IR NMR carbon 13 and so on. ده بعض ال NMR لهذا المركب، واضح تماما ال anomeric proton at 5.3 as a doublet and the other protons of this compound. Carbon 13 of this compound أيضا showed the carbon 6 carbon of the sugar and other the carbon which present in this compound. NMR لبعض برضو المركبات فيها الأنامورك في بروتون ظهر تماما كدبلت وباقي البروتون الموجودة في المركب. ده برضو أيضا الكربون 13. البيولوجيكال اكتيفيتي الحقيقه بعض المركبات دي وعملنا ايفالويشن لهذه المركبات على H5N1 في السنتر اوف ساينتفيك اكسلنت فور انفلونزا فايروس عند الدكتور محمد احمد علي، واظهرت هذه المواد اكتيفيتي عاليه جدا، عملت انهيبيشن لل H5N1 بعضها وصل ل 83 و79، ودي نتيجه ممتازه جدا بالنسبه لهذه المواد تعتبر بروميسنج ماتيريال. طريقة أخرى للتحضير برضو السيتوسين سايكلوكوزايد سينسز أند أنتي إيفيان إنفلونزا فيروس أكتيفيتي أوف ذا نوكل سيتوسين سايكلوكوزايد أنالوج. حضرنا السيتوسين والبحث ده يعني ببلشت أو نشر في الأمريكان كيميكال سوسايتي أوميجا 2020 عن طريق تو باثواي. حصلنا على الصوديوم سايوليت للسيانو أسيتانالايد أو الداي سايول للسيانو أسيتانالايد ورياكتد وذ ذا كورسبوندينج أمونيا عشان نحصل في النهاية على الصوديوم سايوليت للبيريميدين اللي عملنا رياكشن لتفاعل أو رياكت
interacted with the halo sugar or alpha bromo sugar عشان نحصل على السيتوسين سايت لايكوسايت بروتكتد. عملنا هيدروليسيس لهذه المواد وحصلنا في النهايه على الفاينل برودكت اللي هو شبيه بالسيتابين اللي هو السيتوسين سايت لايكوسايت. وذيس كومباوند كونفيرمد باي الميتانالسيس انتي سبيكترال داتا اي ار ان ام ار كاربون 13 اسون بروتون ان ام ار اوف ذيس كومباوند اظهرت تماما الانوريك بروتون للشوجر وال الاذر بروتون which present in this compound carbon 13 ايضا في الكربون للشوجر والكربون للكربون اوف فينايل اند اذر كربون. البيولوجيكال اكتيفيتي برضو يعني عملنا ايفالويشن او سكريننج لهذه المواد على H5N1 في سنتر اوف ساينتفك اكسلنت فور انفلونزا فيروس وكانت هذه المواد فعاله جدا وابدت هاي اكتيفيتي انتي اتش في H5N1 بعضها وصل ل 85% للانهبيشن للفيروس. Basis of novel purine analog cyclicoside as structural analog of remdesivir and desir anti-COVID-19 virus. The structure حضرتكم الريمدوسفير. الريمدوسفير زي ما قلنا هو الدرج الحالي اللي هو يعتبر انيوم وده عبارة عن برو درج واحنا حضرنا ونجحنا في تحضير compounds analog من الريمدوسفير. ده بطريقه بطرق او مسد سهله جدا وبسيطه وتتبع ال 12 برينسيبال فور جرين كيمستري هاي بيوريتي هاي ييلد ما فيش انرجي. لو لاحظتوا حضراتكم كل اتفاقات كل الرياكشن في عند روم تمبرتشر السولفنت عباره عن مور سيف ما فيش نو سايت برودكت وهكذا. اذا احنا بنتبع اكوردنج تو ذا 12 برينسيبال اوف ذا جرين كيمستري. بدأنا بالسيانو أسيتامايد مع الأيزوسايسينيت دريفتيف عشان حاولت طبعاً للسولت حصلنا على السولت عملنا موسيليشن رياكشن بعد كده فعلنا مع الهيدرازين هيدريت عشان نحصل على البيورين على البيرازول والبيرازول رياكتد ويد دي الصوديوم سايوليت اوف دا سيانو مالونيتيل عشان في النهاية نحصل على النيوكلس على النيوكلس أو النيتروجينيس بيسس اللي هي البيورين سايول. عملنا كابلينج للبيورين سايول بتحويلها للصوديوم سولت او البوتاسيوم سولت وبعد كده عملنا رياكتد ان سيتو ات روم تمبريتشر مع الهالو شوجر عشان نحصل في النهايه على البيورين سايكلوكوسايد والبيورين سايكلوكوسايد عملنا هيدروليسيس بالامونيا في النهايه عشان نحصل على البيورين سايكلوكوسايد فري شوجر وفعلناه مع الفوسفور اميديد مع جرينياد ريجنت في النهايه حصلنا على الريمدوسفير انالوج للريمدوسفير الموجود حاليا في الماركتنج. بيورين اخر برضو من خلال تفاعل الصوديوم سوليت للسيانوامايد مع الانتي بيرين حصلنا على الاوبن وعلى السايكلايز او على الكلوز في النهايه بعد ما فعلنا الصوديوم سوليت مع الانتي بيرين حصلنا على البيورين جديد نيو بيورين وعملنا كابلنج مع الشوجر عشان نحصل في النهايه على البيورين سايكلوكوسايد وده ببلشت في التتراهيدرون 2017. ده اكس راي عملنا اكس راي لبعض المركبات الكومباوند نمبر 3 ونشرنا الاكس راي مع الدكتور بروفيسور بيتر جون في المانيا في الاكتا 2015. نفس الاكس راي اعدنا الشغل ده اللي هو انتي بيرين مع الداي مع الصوديوم سايوليت للسيانامايد ومع الصوديوم سايول للمالونونيترين ولكن عملنا سبستيتوشن استبدلنا الجلوكوز والجلاكتوز بالارابينوز والزيلوز وبرضه اعطى نفس المركب قدرنا في النهايه نحصل على البيورين سايكلوكوسايد والبيرازول سايكلوكوسايد يعني الاوبن وال كلوز مع بعض وده برضو نشر في Drug Design Development and Therapy 2015. Sofosbuvir Thioanalogs Synthesis of and Antiviral Evaluation of the First Novel Pyridine and Pyrimidine Based Cyclicoside Phosphoramidine.
ده الحقيقه كان معانا مشروع اس تي دي اف بالاشتراك مع كليه صيدله في جامعه نورث داكوتا بالولايات المتحده الامريكيه عشان تحضير سوفالدي جديد. ده حضراتكم استراكشر للسوفالدي. استراكشر السوفالدي، السوفالدي عباره عن انالوج للريمودوسفير، عباره عن الكيميكال استراكشر متكون من 3 بارز، وهو النيتروجين سبيس بيس عباره عن اليوراسيل كابلنج مع الشوجر اللي هو الريبوز كابلنج مع الفوسفور اميديل في البوزيشن نمبر 5. حضرنا سوفسبوفير جديد اللي هو برضو عبارة عن يوراسيل أنالوج مع الشجر مع الفوسفور أميديت. السؤال حالياً يعني what the novelty in this work؟ إيه الجديد في هذا الشغل؟ تحضير سوفالدي وتحضر سوفالدي موجود. الحقيقة يمكن الإجابة على السؤال ده يمكن في 4 نقاط مهمة جداً. السؤال النقطة الأولى إنه السوفالدي ليه مشاكل كان في السايد إفكت سواء من ناحية الكيميائية أو من ناحية البيولوجية. يعني السايد إفكت الموجودة في الناحية البيولوجية تبدأ من الكيميكال استراكشر للسوفوسبوفير أو السوفالدي. على أساس إن السوفالدي لابد أحصل على البيتا فورم. وفي بالنسبه للفوسفور اميديت لابد احصل على الاس وليس الار لانه في ايزومرايزيشن الاس والار. وبالتالي طبعا حضرنا السوفالدي ده اولا ده يعتبر فيرست اكزامبل او يعتبر فيرست ريبورت سايكلوكوزايد فوسفور اميديت برو دراج في الليتريتشر مش موجود في ولذلك اول مره يحضر السوفالدي فيه الكابلنج بين الشوجر ما بين البيز على السلفر وليس على النيتروجين. ثانياً السوفسبوفير بيحضر في 15 ستيبس، أنا قدرت أحضر السوفسبوفير في 3 خطوات فقط، وبالتالي ده من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الاتوميك ايكونومي تتبع البرنسيبل أو التجرين كيمستري وهو الاقتصاد الذرة أو من الناحية الاقتصادية، ناحية طبعاً أصبحت ممتازة جداً في تحضير السوفالدي بطريقة 3 ستيبس فقط. النقطة الثالثة إن أنا قدرت أحصل على البيتا فورم أو البيتا أورينتيشن وليس الألفا وده مهم جدا في البيولوجيكال أكتيفيتي. البيتا فورم هي عبارة عن the best fitting on biological site داخل in cell وبالتالي أنا حصلت على البيتا فورم. ثانيا حصلت على الإس بالنسبة للفوسفور أميديت، بالنسبة للفوسفور أميديت حصلت على الإس وليس على الآر. الحاجة الرابعة ان البيولوجيكال اكتيفيتي للمركبات اللي احنا حضرناها وهي انالوج للسوفسبوفير، البيولوجيكال اكتيفيتي كانت اكبر من السوفسبوفير بالضعف خاصة على ما عملنا ميرج او كومباينيشن بين ذيس كومباوند انتي سوفسبوفير او بينها وبين الاسايكلوفير كانتي هيربس. دي بعض دي الطريقة لتحضير السوفسبوفير. الحقيقة يمكن في بروبلم في تحضير السوفسبوفير وقدرنا نتغلب عليها. الأول مشكلة إن أنا بدأت بالبريدين سايون. البريدين سايون معناها إن أنا عندي 2 نيوكليوفايل سايت الإس والإن، عندي توتومرايزيشن بين السلفر عند النيتروجين، وبالتالي البروتون قد يكون على الاس قد يكون على الان. يعني المركب اللي بدات به البريدين هو عباره قد يكون في الفورم سايول او سايون، فبالتالي عمليه الكابلنج مع الشوجر قد تكون على الاس وعلى النيتروجين، وانا كنت عايز افصل الاس وليس الان. يعني اذا الكابلنج على الاس وليس على الان. صحيح في ايفيدنس اللي هي الان ام ار والكربوسيرتين من خلال اقدر اقول على الاس والان، لكن انا بعتبرها ايفيدنس ويك ايفيدنس وليس سترونج ايفيدنس. وهي من خلال الان ام ار اقدر اقول انه لو الكابلنج يعني كارت اوت اون ذا سلفر الانوريك بروتون ابير ات 5.3 5.4 اند سو اون، لكن لو الكابلنج على النيتروجين اذا انا عندي الانوريك بروتون. انوريك بروتون معناها البروتون نمبر 1 في الموجود على الكربون نمبر 1 بيظهر عند 6.3 6.4، وبالتالي ذا ديفرنس بين تم يعني 1 بي بي ام ده غير كافي لاثبات انه اذا كان الكربونك على الان وعلى السلفر. الكربون 16 بتظهر الحقيقه ان انا لو الكابلنج على الان يبقى عندي سي دبليو اس اللي هي على
ال 6 ممبر رينج او 5 ممبر رينج دايما بتظهر عند يعني حوالي 175 يعني 174 172، لكن برضه ده مش دليل قاطع ابدا على اللي اقول انه على الاس ولا على الام. بدانا بتفاعل البريدين صيون مع الشوجر عشان نحصل على البريدين سايكلوكوسايد، وعملنا الهيدروليز بامرار الامونيا لمده 10 مينتس في تراي ميثانول عشان نحصل على البريدين سايكلوكوسايد. طب حل المشكلة ازاي؟ بإني قدرت انا احصل على كريستال من هذه المواد ونعمل اكس راي في المانيا، ونشرنا الاكس راي مع البروفيسور بيتر جون في 2018. الاكس راي وضحت تماما ان الكابلنج على السلفر بات نوت نيتروجين. ثانيا انه الاكس راي اوضحت لي ان ده بيتا فورم وليس الفا فورم. البروتون رقم واحد اكزيال مع البروتون رقم اثنين، يعني هم اثنين ترانس بالنسبة لبعض، وبالتالي النيوكلاس او البيز اللي انا حضرتها وعملت كابلنج مع الشوجر كانت في الاكواتوريال فورم واكواتوريال وليس في الاكسل. وبالتالي طبعا استفدت من الموضوع ده انه الكابلنج على السلفر والفورم اللي حصلت عليها او الاورينتيشن هي عباره عن البيتا وليس الالفا. فعنا البريدين سايكلوكوسايد افري مع الفوسفور اميديت في وجود الايزوبروبايل ماجنيسيوم كلورايد ك ماده يعني النهايه بتعمل اول اكتيفيشن للبوزيشن رقم 5 في الشوجر، وفي الاخر حصلنا على السوفسبوفير الانالوج للسوفسبوفير الموجود في السوق، وده يعني ببلش في الامريكان كيميكال سوسايتي 2020. بحضركم الميكانيزم بين الفوسفور اميديت وبين البريدين سايكلوكوسايد. برضو بنفس الطريقة بدل من البريدين استخدمت البريميدين صيون، وحصلنا في النهاية على البريميدين سايكلوكوسايد فوسفور أميديت. وعملنا اكس راي للبروتكتد والدي بروتكتد. دي برضو انا كنت اقصد اني انا اعمل اكس راي لل بروتكتد والدي بروتكتد، لان عملت ريكلاستلايزيشن في الشوجر ما هيش الريكلاستلايزيشن العاديه، عشان كده بيحصل ممكن تكسر، لان البوند بين السلفر اند الكربون فيري فيري سنسيتيف جدا للاسيد للبيز للتمبريتشر. وبالتالي انا كنت عايز اعمل ريكلاستلايزيشن واشوف هل بيحصل كليفج للبوند ولا بتظل كما هي. فبالتالي احنا عملنا للبروتكتد والدي بروتكتد، وبرضه نشرناه في الاكتا مع بروفيسور بيتر جون 2019. طيب وده الاكس راي للفوسفور اميديت، وده يعني اثبتنا ان هو الاس وليس الار فور. ده البروتون ان ام ار لهذه المركبات، ده البروتون اللي ببعض هذه المركبات يعني الاكس راي. بسرعه الانتي فايرال سكرينينج. الحقيقه طبعا عملنا وايد سكرينينج لهذه المركبات، وبالتالي على اربع انواع من الفيروس، منهم هيباتيتس سي هيباتيتس سي اي، منهم الادينو فيروس، الكوكسزاكي فيروس، الهربس فيروس. و يعني عملنا سيليكشن للموست اكتيف كومباوند عشان نكمل انزيم السي. الانزيم السي اظهرت انه المركب خمسة مع السايكلوفير كان الاي سي 50 افضل من السايكلوفير، يعني افضل تقريبا، يعني مش كتير، لكن المركب رقم 11 مع سايكلوفير كان الاي 52 افضل بالضعف. برضو ايضا عملنا الانزيم السي للاتش سي في ان اس 5 بي، ده انزيم، ووجدنا انه افضل من السوفالدي بحوالي الضعف للاي 51.81، بينما السوفسبوفير او السوفالدي كان 2.06. برضو HCV بورتيزيس انزيم السي برضو وجدنا انه هذه المركبين اللي هم 5 و 11 افضل بكتير من السوفالدي من السايكلوفير في الناحية البيولوجية. ده
برضه يبين الايز الاي سي 50 انه هو افضل من السولفالدي. يتبقى جزئيه صغيره وهو الفيرست نوفل سينسس اوف الترايزول سيجلايكوسايد از ريبا فايرين انالوج. الريبا فايرين انالوج احنا حضرنا زي يعني الدراجز حضرنا كومباوند يشابه الريبا فايرين ب تو باث واي من خلال البوتاسيوم او الصوديوم سيوليك سيانامايد مع الهيدرازين دريفتيف عشان نحصل على الترايزول. عملنا كابلنج مع الشجر عشان نحصل على الفاينل برودكت والزيس كومباوند كونفيرمد باي الميكانيزمز اند سبيكتر داتا. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله. بشكر الدكتور ممدوح حقيقة أبو زيد على المحاضرة الشيقة دي، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله في القادم بإذن الله. مع نهاية محاضرات قسم الكيمياء الخضراء وتبدأ فعاليات قسم كيمياء موجودات الآفات، تتقدم الأستاذة الدكتورة عزة كامل بتقديم فعاليات قسم الكيمياء موجودات الآفات. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. استمرارا لفعاليات الوركشوب اليوم، يسعد قسم كيمياء مبيدات الأفات بالمساهمة في الوركشوب بثلاث محاضرات في مجالات مختلفة بتمثل مجالات العمل والخبرة للقسم. تتفضل الدكتورة نحمد جلال الفقي، هي باحث في مجال الكيمياء العضوية الترشيدية وتطبيقاتها، و تشغلت منصب رئيس قسم الكيمياء ونائب عميد جامعة الملك سلمان المملكة العربية السعودية في الفترة من 2002 ل 2017. دكتورة نحمدو هتقدم لنا محاضرة في مجال تصميم وتشييد حلقيات غير متجانسة كمضادات لبعض أنواع الأورام السرطانية وانتشارها باستخدام المولوكولار موديلنج أو تقنية النمذجة الجزيئية، وده مجال العمل للدكتورة وأحد مجالات العمل في القسم. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان المحاضرة إن شاء الله هيكون في الكمبيتيشنال كيميكال تكنيك فور ديفولوينج أكتيف إيجنت، وفي الآخر وبقى عندي إن شاء الله عندي كل سب تايتل هندي إكزامبل للسب تايتل دول على الأبحاث بتاعتنا إن شاء الله. فده العنوان الرئيسي، تحته عناوين فرعية. ان شاء الله هناخد الديفينيشن للكومبيتيشنال كيمستري والكوانتم كيميكال كالكوليشن والكمبيوتر ايد دراج ديزاين اللي هو السي اي دي دي وستراكشر بيز ابروشز والليجند بيز ابروشز. بالنسبه للكومبيتيشنال كيمستري هو يعتبر برانش اوف كيمستري يوزز كمبيوتر سيميوليشن تو اسيست ان solving of chemistry problem. المشاكل اللي بتقابلنا كان في بالنسبة للكيميائيين قد يكون understand of experimental data such as spectroscopy. فممكن باستخدام الكمبيوتر ان احنا بنحول المركبات اللي عندنا وسواء كان الموليكيول او البروتين الى ماثيماتيكال فاليو باستخدام ايه؟ باستخدام ماثيماتيكال ميثودز is sufficiently well developed. Thank you.
يبقى مطلوب مننا لكي ان نستطيع ان الكمبيوتيشنال كيمستري ان احنا بالفعل ان احنا نفعله ان احنا محتاجين طرق حسابيه sufficiently well developed that it automated that it can be automated for implementation on computer. ولذلك فلازم نتطرق الى الادفانتج اوف كومبيتيشنال كيمستري. المميزات بتاعه كومبيتيشنال كيمستري ان الكيميائيين بيستطيعوا ان يستخدموا الكومبيتيشنال باور فور ميجرمنت اوف ممكن المولكولار جيومتري الكترون دينستي الكتروستاتيك بوتنشال كونفورميشنال اناليسيس ديفرنت تايب اوف انرجي فيزيكو كيميكال بروبرتيز. ودي ده وبالتالي زي ما انا قلت ان احنا بنحول المركب اللي عندي الى ماثيماتيكال فالوز. بعد كده تاني ادفانتج ان بريدكشن اوف بايو اكتيف ايجنت فيا ستراكشر بيست تكنيك او ليجند بيست تكنيك. الستراكشر بيست تكنيك هناخد نبذه بسيطه عنه لان بعد كده هنيجي هشرحه ان شاء الله بعد كده. ده يعتبر الدوكينج اوف الليجند ان اكتيف سايد اوف ريسبتور اند ميجرينج جيومتريك اند انرجيتيك فيفورابيليتي اوف ساتش انتر اكشن. بالنسبه للليجند بيست تكنيك بنستخدم تو ميثود اللي اما كوانتيتيف استراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب الوال كيو ستار او الفارماكوفوريك موديلنج. دي يعتبر يبقى ده الادفانتج رقم 2. ادفانتج نمبر 3 اللي هو فاليديشن اوف بايو بروبرتيز. يعني انا ممكن ان انا اتحقق من صحه النتائج اللي انا لما يكون النتائج انا ارسلت المركباتي لزميل يشوف لها الاكتيفيتي بالنسبه للبيولوجي فانا مطلوب ممكن اتحقق من صحه هذه النتائج. يعني لو انا جيت الخص الكومبيتيشنال كيمستري ان هو بيتيح لي ايه؟ بيتيح لي ان انا انفستيجيشن زي ما كنا واحنا صغيرين انفستيجيشن بريدكشن فاليديشن. انفستيجيشن للايه؟ للماتيريال اللي هي صعب ان انا احضرها او مكلفه وبريدكشن للنوفل ايجنت وقبل ما ادخل المعمل واكلف نفسي وقت ومجهود وكيماويات وفاليديشن اوف بروبرتيز ديترمايند وبالتالي ان هتخدمنا ك معظمنا ككيمست في التوفير للمجهود وللوقت والمال. بالنسبة للسب تايتل نمبر 2 ان انا عندي الكوانتم كيميكال كالكوليشن. انا مطلوب مني ان انا الكومباوند اللي انا الساينثيتك كومباوند اللي تم تحضيره ان انا اعمل له مولكولار استراكشر اوبتمايزيشن. يبقى انا الكوانتم كيميكال كالكوليشن باي يوزنج كومبيتيشنال ميثود بتنقسم الى نوعين. النوعين لا اما كلاسيكال ميثود او دايناميك ميثود. الكلاسيكال اللي هو السوبرا مولكولار منها تو تايبز اما مولكولار ميكانكس او مولكولار داينامكس. بالنسبه لي معظم الشغل بتاعنا بيبقى بالدايناميك ميثودز اللي هي تخص السمول مولكيولز بثلاث طرق اللي هي اي بي انيشو ميثود او سيمي امبيريكال ميثود او دي اف تي اللي هو دينستي فانكشن سير. اختيار الطريقه بيعتمد على ان وات كالكوليشن نيد تو دان اند السايز اوف مولكيول. يبقى بالنسبه لكوني ان انا هستخدم اي بي سيمي امبيريكال او دي اف تي ده بيتوقف على زي ما انا ما قلت ان السايز اوف مولكيول والوقت اللي انت هيستغرق في اجراء العمليات الحسابيه دي ان اي. وفي عندي هنا بالنسبه للاي بي انيشو ميثود والسيمي امبيريكال والدي اف تي في سوفت وير كتيره جدا منها اي ام 1 وبي ام 3 والموباك والامباك. بالنسبه للكالكوليشن اللي انا ممكن الفيدباك اللي انا باخدها من الميثود دي بتبقى ممكن مولكولار اوربيتال انرجي هيت فورميشن بوند ديسوسيشن انرجي ممكن ترانزيشن ستيت ممكن دي احسبهم باي طريقه من الطرق الثلاثه دول.
طبعا اللي خدم عمل ديفلوبنج اوف كومبيتيشنال كيمستري عديد من العلماء وحصلوا على جوائز نوبل، منهم بوبل كان حصل على جائزه نوبل هو وولتر سنه 1998 في الديفلوبنج اوف دينستي فانكشن ثيوري او ديفلوبنج اوف كومبيتيشنال كيمستري فور كوانتم كالكوليشن. بالنسبه لمارتن كرابلس لما احنا تطرقنا للابحاث دي، في عندي في شارم بروجرام فور مولكولار دايناميك سيميوليشن، ده حصل على كرابلس حصل على جائزه نوبل سنه 2013 بالنسبه لهذا البروجرام. هعمل ان شاء الله نطبق زي ما انا ما قلت ان احنا نعمل ريسيرش اوفر فيو بالنسبه لكل سب تايتل على الشغل بتاعنا. من الشغل بتاعنا على الكوانتم كيميكال كالكوليشن، التفاعل اللي قدامنا ده هو تفاعل ديريفاتيف من الازيتين مع السركوزين، هي دي التفاعل ده يعتبر 1 3 دايبولر سايكلو اديشن رياكشن، هيكون نون ستابلايزد ازوميساين، يتفاعل مع الببريدون وهيكون داي سبايرو كومباوند. داي سبايرو كومباوند ده لما لو احنا دققنا فيه هنلاقي ان فيه 3 كيرال كارب، 3 كيرال اتوم، الثلاثه كيرال اتوم، وبالتالي فانا عندي 8 ايزومر فورم. الثمانيه دول بيختلفوا عن بعضهم البعض بالنسبه للاستابيليتي، نيجي نلاقي ان الايزومر نمبر 1 مور ستيبل زان انذر الايزومر فروم بي تو اتش، وبالتالي لان الانرجي فاليو لور زان اذر ايزومر. الانرجي فاليو دي عملناها بطور كورليشن ابزورفد اند اكسبيرمنتالي ديترمايند ستيريو كيميكال استراكشر باي اكس راي ستاديز، والداتا الاثنين لازم يتماشوا ار ويل ماتشد وذ ايش اذر. البحث ده هو نشر كان سنة 2015، وتم ان انا اعزز النتائج اللي انا حصلت عليها بالاكس من الاكس راي والابزورفد، عملنا الدي اف تي، والدي اف تي ده بالتالي اكد لي على الاستيريو سيلكتيف الاستيريو كيمستري سيلكتيف اوفر اكشن اند ديترماين مولكولار الكتروستاتيك بوتنشال. بالنسبة لي احنا عارفين ان اي دراج لما عشان ينزل في الماركت ده بيتطلب من 10 الى 14 سنة، وبيتطلب مبالغ عالية جدا قد تصل الى اكتر من بليون دولار. فلذلك بنيجي نقول ان صناعة الدواء فيها ريسكي، فيها كوستري ان بروسيسز ان تيرم اوف تايم ماني اند مين باور. ممكن ان انا يعني من كل 10,000 مركب ما تم تحضيرهم اللي هيوصل لمرحلة البري كلينيكال فيس بيبقى 250 مركب، ومن ال 250 هيوصل للكلينيكال فيس فروم 1 تو 4 5 كومباوند، ومن ال 5 كومباوند ممكن هيكون 1 كومباوند بيبقى دراج ابروفد ان الاف دي اي. طيب لكي باستخدام الكمبيوتر ايد دراج ديزاين ممكن ان انا اختزل التكلفه دي الى تقريبا 50%، الكمبيوتر ايد دراج ديزاين يبقى ديفايدد انتو تو مين ابروشز، في عندي استراكشر بيز دراج ديزاين وفي الليجند بيز دراج ديزاين. بالنسبه للاستراكشر بيز دراج ديزاين 3 دي بروتين بيكون معروف من خلال البروتون داتا بانك. بالنسبه للليجند بيز دراج ديزاين الاستراك 3 دي استراكشر اوف بروتين انون، ان طيب ولذلك بنلجا الى الفارماكوفور موديلنج والكوانتيتيف استراكشر ريليشن شيب. بالنسبه للاستراكشر بيز دراج ديزاين ان معرفه البروتين والبروتين هيبقى التستنج كومباوند بيبقى دوكينج ان اكتيف سايت اوف بروتين،
وبالتالي انا مطلوب مني ان انا اعمل استيميت اوف البندنج سترينث، وبعد كده بنعمل فيرجوال سكريننج وبنختار الكومباوند اللي هو بيحقق السكور عالي في الدوكينج، وبعد كده بنعمل اوبتمايزيشن وبالتالي بيبقى نيو دروب. ده يعتبر ملخص بسيط بالنسبه للحصول على نيو دراج او كانديديت دراج. بالنسبه للاس بي دي دي اللي هو الاستراكشر بيز دراج ديزاين، بيمر فيه اكتر من سايكل. اول نقطه هي يعتبر اول نقطه ايزوليشن بيوريفيكيشن اند استراكشر ديترمينيشن اوف تارجت بروتين. زي ما احنا قلنا بالبروتين داتابيز بنستخدم الكوانتم كيميكال كالكوليشن ان انا اعرف اللي يبقى هنا استراكشر اوبتمايزيشن اوف بروتين وليجند اند تيستد كومباوند. بعمل بعد كده سكريننج كومباوند، بعمل مسح كل المركبات اللي عندي بواسطه الدوكينج ان اكتيف سايت اوف بروتين. المركبات اللي عندي بسجلها وبعد كده برتبها بناء على الاستريك وبناء على الهيدروفوبيك والالكتروستاتيك انتر اكشن ويز اكتيف سايت اوف تارجت بروتين. اعلى ترتيب من هذه المركبات باجري عليه التجارب البيولوجيه. بالنسبة للإجزامبل على الستركشر بيز دراج ديزاين، معروف إن الأفتناب ده هو يعتبر تيروزين كينيز إنهيبيتور، وده فيرست أبروفد أجينست لنج كانسر باي FDA سنة 2013. ده بالنسبه للافتناب عمل كوكريستالايزد ان اكتيف سايت اوف بروتين. البروتين بالنسبه لي البروتين داتابيز نمبر 4G5V. الاكتيف بيندنج احنا بنحسبها ازاي؟ يبقى عندي بالنسبه للدوكينج انرجي، لو انا جيت اقارن الدوكينج انرجي للافتناب مع بريدكشن اوف افتناب بالنسبه للاس بي دي دي، هنا بنلاقي المركب اللي عندي الدوكنج انرجي هيبقى مور استابيليتي كل ما اجي اغير في الايه في الدريفاتيف اوف كومباوند، انما اللي يبقى عندي بعد كده في بشوف في عندي هيدروجين بوند بين الكنوزيلين في سايد افكتيف من الامينو اسيد. هنا بنغير في الايه في الديريفاتيف بتاع الافتنيب. غيرنا اللي عندي دلوقتي، حولنا الجروب اللي هي كانت في جروب في عندي الكلور والفلور، وحولناه استبدلناهم بالسلفونيل والان اتش 2 لان الاستابيليتي زادت، وشيء طبيعي ان برضو البيندنج زاد بالارتباطه مع اكتر من الامينو اسيد. بعد كده عدلنا عملنا بريدكشن لل ريبليسمنت اوف ديريفاتيف من الافتنيب. حولنا بدل ما كان ان دايميسايل، الان دايميسايل حولناها للبيبرازين، وبالتالي الدوكنج انرجي قلت يعني مور ستابيليتي. بالنسبه للليجند بيس تكنيك عندنا الفارماكوفور والكوانتيتيف استراكشر ريليشن شيب. الفارماكوفور طبعا معروف ان هو لازما ان انا استخدمه في المودرن كومبيتيشنال كيمستري، ان انا اتعرف على الاسينشال فيتشز اوف وان اور مور مولكيول وذ ذا سيم بايولوجيكال اكتيفيتي. اديت اكزامبل بالنسبه لي من بعض الابحاث ان انا عندي ده ده يعتبر في الفجر اللي عندي الكونسترينت بوند لينس اللي هو الاي والبي كونسترينت بوند انجل. عندنا هنا بالنسبه للفارماكوفوريك موديل عندي 4 كيميكال فيتشز، 2 هيدروجين بوند اكسبتور اتش بي 1 واتش بي 2 و2 بوزيتيف ايون اللي هي اللي بالاخضر اللي بالاحمر واللي بالاخضر ده اللي 2 هيدروجين بوند اكسبتور. بالنسبه لي ده برضو ابلكيشن على 3 دي فارماكوفور.
عندي بالنسبه للاكزامبل اللي عندي ده فعلا بحث تم نشره في الفيوتشر. ده عباره عن ديريفاتيف من البريدين كربونيتريل. الاكزامبل اللي عندي احنا دخلنا كده في النص ديريفاتيف. الديريفاتيف ده لا يتوافق مع البنيه مع معظم الايه الديريفاتيف. حطينا بدل ديريفاتيف بدل في البوزيشن رقم 6 في البريدين بدل الار كاد ديريفاتيف من الارايل خليناها سيانايد. وبالتالي ده أثر على الفارماكوفور موديلينج خلينا لقينا فيه شيفت جامد في أو تايتل ديفيجن في الايه في الريزلت. بعد كده خدنا الكوانتيتيف ستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب. ده طبعا كلنا عارفين ان هذا التكنيك ديسكرايب بروبرتيز ان تيرم اوف فيزيكو كيميكال بروبرتيز اللي هو الديسكريبتور. خل في اكزامبل عليه بالنسبه للكيوسار. انا بالنسبه لي السلايد الرئيسيه بالنسبه للكيوسار ان انا لازما ان انا الجا للخطوات التاليه لاجراء الكيوسار. بعمل مولكولار ستراكشر اوبتمايزيشن وزي ما احنا قلنا في الاول والديسكريبتور جينيريشن والموديل جينيريشن وبنعمل بعد كده بختار الايكويشن او الموديل وبعد كده ايه بيكون بريدكشن للشغل اللي عندي. فبالتالي بختزل الايه وقت وبختزل المجهود. في هنا كذا اكزامبل للكيوسار. الاكزامبل ده بيعتبر برضو بنفعل الببريدين مع بنحضر الببريدون وبنفعله مع ديريفاتيف من الايزوسيانات. لقينا هنا في بالنسبه للكيوسار الاي سي 50 بالنسبه للاستيميتد وبالنسبه للابزوربد في بيكون اكتف قوي بالنسبه لما يكون في الببريدون في ديريفاتيف اللي هو عباره عن الالكترون وزدرون. الالكترون وزدرون شيء طبيعي يبقى انا عندي ده بيزود الاكتيفيتي اجينست الانتي بروفريتيف ايجنت. وبالتالي فهو ادى اكتيفيتي اكتر من الفايف فلوريوريسيل اللي هو بالفعل مستخدم اجينست انتي كانس. في هنا طبعا ده كل الايكويشن والايه تم التعامل معاها وان احنا نقيس لها الاي سي 50 وعملنا الدياجرام بين الابزوربد اي سي 50 والاستيميتد اي سي 50. وجزاكم الله كل خير واشكركم على السماع. تسلم. نشكر دكتورة محيدو على المحاضرة الطيبة. ودلوقتي دكتورة ريهام إبراهيم محمد. دكتورة ريهام أستاذ باحث مساعد في مجال صحة البيئة أحد مجالات العمل في القسم. هتقدم لنا محاضرة. دكتورة ريهام لها أبحاث متعددة في مجالات تقدير وتقليل الأضرار السامة الناتجة عن التعرض للمبيدات والملوثات والتخلص الآمن من تبقيات المبيدات وكذلك المعالجة الحيوية للمبيدات والمعادن الثقيلة واستخلاص المواد النشطة من المنتجات الطبيعية. بالتوفيق إن شاء الله يا دكتور. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أنا بشكر دكتور عزة وبشكر دكتور سيد التومي على الفرصة دي إنهم أتاحوا لي إني أتكلم النهاردة. أنا هتكلم في محاضرة بعنوان Pesticide as a cause of some chronic diseases that may be related to COVID-19. اللي أنا هتكلم عنه النهاردة ده هو شغلنا كلنا، يعني بقالنا فترة مش بنتكلم على حاجة غير على الكوفيد-19 والكورونا والفيروس وهنعمل إيه وسببه إيه. فأنا هتكلم عنه من الجزء اللي يخصني أو اللي يخص الشغل بتاعي وهو المبيدات. طيب هل المبيدات ليها علاقة بالكوفيد أو بالكورونا ونشاطها؟ هي علاقة بس علاقة غير مباشرة، لأن الكورونا
أو فيروس الكورونا اكتشفوا في منظمة الصحة العالمية ريبورتات قالت كده، ووزارة الصحة المصرية قالوا كده، إن الكوفيد وفيروس كورونا بينشط مع مرضى الأمراض المزمنة. طيب البيستسايد أصلاً ليها علاقة بالأمراض المزمنة، فيبقى كده في حلقة رابطة ما بين البيستسايد والكرونيك ديزيزز أو الأمراض المزمنة والكوفيد 19 أو نشاط الكورونا. طيب المبيدات هي عبارة عن مركبات أنا ما ينفعش ولا أقدر أستغنى عنها، يعني طول الوقت بنقول إن المبيدات دي شيء خطير وشيء لازم نستغنى عنه. لا، مش هنستغنى عن المبيدات، لأن إحنا العالم بيزيد وإحنا محتاجين يبقى فيه عندنا محاصيل زراعية وعندنا آفات للمحاصيل الزراعية دي. طيب يبقى النتيجة هتبقى إيه؟ إني أنا لازم أتعامل مع المبيدات، وفي نفس الوقت يا إما أوجد مبيدات آمنة بشكل أو بآخر، أو إني أنا أتعامل مع المبيدات بمنتهى الحرص وأخد الاحتياطات الواجبة علشان أقدر أتعامل مع البستيسايد. طيب التعرض للمبيدات بيبقى يا إما بشكل دايركت يا إما بشكل اندايركت. الشكل الدايركت وهو الناس اللي بتشتغل في المجال الزراعي، المجال الزراعي ده بيجي عليهم مواسم أو أيام معينة لازم يشتغلوا ويتعرضوا للمبيد. لكن الشكل الغير مباشر هو الناس العادية الطبيعية اللي في الحياة بتتعرض للمبيدات عن طريق مية الشرب، عن طريق الهواء، عن طريق الأكل، لأن الأكل والتربة بيبقى فيها متبقيات وبالتالي بتوصل بالطريقة indirect. طيب حتى الأطفال قبل ما يتولدوا بيبقوا لسه أجنة بتوصل لهم المبيدات عن طريق المشيمة أثناء الحمل أو عن طريق لبن الرضاعة أثناء فترة الرضاعة. الأبحاث أثبتت إن المبيدات لها علاقة قوية جداً بالإصابة ببعض الأمراض اللي بتتعلق بأجهزة الجسم المختلفة، الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والتنفسي حتى الجلد، ونصل إلى أقصى أنواع الأمراض وهو الكانسر. فكده المبيدات تعتبر متهم يعني ثابت في كل الأمراض، وممكن التعرض لكمية كبيرة من البستسايد بشكل مباشر ده بيؤدي إلى الموت بدون بقى أمراض أو أي شيء. زي ما أنا قلت في بداية الكلام إن برضو الأبحاث ربطت ما بين التعرض للمبيدات وللكيماويات المختلفة، مش المبيدات بس، أي مواد كيماوية، وما بين الكرونيك ديزيزز أو الأمراض المزمنة. والأمراض المزمنة حتى قبل ما تبقى لها علاقة بالكوفيد 19 أو نشاط فيروس كورونا هي كانت محط أنظار وانتباه واهتمام العلماء في السنوات الأخيرة. طيب مؤخرا يعني 2019 هي كانت الحديث عن الكوفيد 19، وبدأ يبقى في حالات الوفيات بالذات والإصابات اللي هي بيوصل فيها الأعراض لمشكلة كبيرة، وبيبقى البروتوكول العلاجي مش جايب معاها نتيجة بسرعة. إيه الحاجة اللي لقوها في الحالات دي؟ لقوا إن كلهم كانوا بيعانوا من الكرونيك ديزيز أو الأمراض المزمنة، بداية بالضغط، السكر، أمراض القلب، الجهاز التنفسي، الأمراض المناعية، يعني ضعف المناعة عموماً كان بيسبب أو بيؤدي إلى تضاعف المضاعفات الناتجة عن الإصابة بفيروس الكورونا. طبعا هو ايه الصله المباشره بين الكرونيك ديزيز او الامراض المزمنه والكوفيد 19؟ هي صله غير واضحه حتى وقتنا هذا. هي ممكن يكون المشترك بينهم هو ضعف المناعه. انا كمريض لمرض مزمن انا عندي ضعف مناعه، وضعف المناعه ده بيخلي الكورونا يشتغل بشكل اسرع وبشكل اقوى، وبالتالي بتبقى اعراض المرض اكبر وبروتوكول العلاج ما بيجيبش نتيجة بشكل سريع. طيب أنا النهاردة هتكلم على المبيدات
وعلى تأثير المبيدات بيكون إزاي، وعن المبيدات المتعلقة بالأمراض المزمنة، وعن العلاقة ما بين الأمراض المزمنة والكوفيد 19. المبيدات عشان مش كل الناس هتبقى ليها يعني في تخصص المبيدات قوي، المبيدات اللي بنلاقيها في السوق هي 4 أنواع: فانجيسايد، هيربيسايد، انسكتسايد، وبكتيريسايد. يعني مبيدات بتستخدم للحشرات، للبكتيريا، للفطر. دي الأنواع اللي احنا بنتعامل معها حتى مش كمتخصصين، كناس عادية بتستعامل مع المبيدات. إنما الناس المتخصصين في المبيدات عارفين إن في 4 جروبز من المبيدات، اللي هي الأورجانوكلورين والأورجانوفوسفيت والكارباميتس والبيريسترويد، بالأمثلة المختلفة طبعاً بتاعتها وتركيبتها الكيميائية المختلفة. طيب التأثير بتاع البيستيسايد أو المبيدات بيكون إزاي؟ يعني أنا دلوقتي استخدمت مبيدات في الانفيرمنت أو رشيت مبيد في البيئة، هل أنا كده وصلت المبيد للتارجت أورجانيزم بس؟ لا، أنا بعمل تأثير على النون تارجت أورجانيزم، وكمان بعمل تأثير على الهيومن هيلث عموماً أو صحة الإنسان عموماً. يبقى أنا كده مش بس بشتغل على الكائن اللي أنا عايز أقضي عليه، لأ ده أنا بضر كائنات تانية ملهاش علاقة بالهدف بتاعي، وبضر صحة الإنسان. طيب المبيد يا إما بيشتغل بشكل أكيوت أو بشكل كرونيك. يعني إيه بشكل أكيوت؟ يعني أنا بمجرد ما استخدمت البيستيسايد، المادة بتاعة البيستيسايد دي كان عندها قدرة إنها تسبب ضرر خلال ساعات أو بالكتير يوم، يعني تأثير سريع. لكن الكرونيك هو عبارة عن تأثير المادة بيبقى على اللونج ران أو على اللونج تيرم، اللي هو بياخد وقت طويل علشان يبان الأثر بتاعه على الهيلث. طيب بالنسبة بقى للمبيدات وعلاقتها بالكرونيك ديزيز، من أكتر المبيدات اللي موجودة في الريبورتس والأبحاث وليها علاقة بالكرونيك ديزيز هي الأورجانوكلورين والأورجانوفوسفرس والكربونيت. طيب الكرونيك ديزيز اللي اتكتب في الريبورتس ان هي ريليتد للبيستيسايد هتبقى اللي هي الامراض القلبيه والكانسر واللنج ديزيز او امراض الرئه والسكر، وخاصه تايب 2. طبعا هي في مسببات كتير جدا عشان ما نبقاش ظالمين المبيد، لا في حاجات كتيره جدا بتساعد على ان يبقى في انسان بيتعرض للمبيد فيبقى مصاب بكرونيك ديزيز، او الكرونيك ديزيز عنده تزيد ومضاعفاتها تزيد، والانسان تاني بيتعامل مع المبيدات ولا وما بيحصلوش كده، لان في حاجه اسمها لايف ستايل. احنا حياتنا كمان فيها حاجات كتير بنعملها غلط، زي اسلوب الاكل، الوزن، الكوليسترول، التدخين، استخدام الكحول، كل دي عوامل بتزق المبيدات في انها تبقى خطر جدا على الاشخاص، وبتزقها ناحيه انها تعمل اظهار او ان اللي يتعامل مع المبيد ده يظهر عليه كرونيك ديزيز. طيب في طبعا هنا الشكل اللي قدامنا بيقول ان احنا ان هم عملوا احصائيات وتوقع لانتشار وزياده الكرونيك ديزيز حتى سنه 2039، وطبعا شايفين الكيرف بيعلى ازاي، يعني ده واضح جدا من الاحصائيات والارقام اللي حصلوا عليها. طيب احنا هنبتدي من اخطر حاجه ممكن المبيد يكون سبب فيها، او اخطر الكرونيك ديزيز او اخطر الامراض المزمنه، وهو الكانسر. والكانسر دوت في مصر بالذات هو بتزيد نسبته بمعدل عالي جدا، لدرجة ان هو وصل ل1000%. يعني ايه؟ يعني في وسط 100,000 انسان بيصاب 166 بني ادم بالكانسر. طيب
بالنسبه للمرض التاني اللي ممكن نقول ان هو من الامراض المزمنه او اللي بتسببها المبيدات او التعرض للمبيدات هو الزهايمر. والزهايمر هو مرض بيتعلق بالنيرفس سيستم او الجهاز العصبي. طبعا احنا عارفين ان ان الاستالكولين هو الناقل العصبي. الاستالكولين ده هو ليه انزيم اللي هو استالكولين ستريس، ده بيعمل له عمليه تحطيم علشان يعرف يكمل شغله كناقل عصبي. لكن المبيد بيجي وبيعطل شغل الاستالكولين ستريس ده، بيمسك فيه فبيخليه ما يقومش بوظيفته، وبالتالي الاستالكولين بيفضل في حالة نشاط على طول، وبالتالي الناقل العصبي ما بيشتغلش بالصورة اللي المفروض يشتغل بيها. طيب تالت مرض من الكرونيك ديزيز اللي هنتكلم عنه النهاردة اللي هو ديابيتس أو المرض السكر، وهو وتايب 2 بالخصوص لأن هو الأكثر انتشاراً في مصر. يعني مصر فيها حوالي 15.6% من المصابين بالسكر تايب 2، المعدل العمر بتاعهم بيبقى من 20 ل 79 سنة. طيب في المنظمة العالمية لمرضى السكر كانت صنفت مصر على انها الدوله رقم 9 على مستوى العالم في مرضى السكر تايب 2، ودي طبعا مشكله كان لازم برضو نعرف ايه علاقه المبيد والتعرض للمبيد بالاصابه بدايابيتس 2. طيب في بالنسبه لي رابع حاجه اللي هو اسما او الرب، اللي هو من الامراض المتعلقه بالريسبيراتوري سيستم او الجهاز التنفسي. طبعا مرض الرب برضو ليه اسباب كتيره، مش المبيدات بس، لا هو التلوث عموما، في بعض الحشرات، الجو البارد، ان يبقى طول الوقت الناس قاعده في تكييفات مش بتخرج تتعرض للشمس، التدخين ده طبعا، حشرات زي ما قلنا، والكيميكال سابستنس او المواد الكيميائيه، ومن ضمن الكيميكال سابستنس ايه؟ الانسكتسايد او البيستسايد او المبيدات. طيب كان في يعني دراسة اتعملت، وهما مش دراسة واحدة، دول حوالي 20 دراسة اتعملوا على الريسبيراتوري هيلث أو الريسبيراتوري ديزيزز، واكتشفوا إن من خلال الدراسة دي إن في منها 14 اتعملوا على الأطفال وستة على الأدلت أو البالغين، ولقوا ال 20 ستاديز دولة وجدوا في علاقة وطيدة بين الريسبيراتوري ديزيزز أو أمراض الجهاز التنفسي والإكسبوجر تو بيستسايد. يعني دايماً الدراسة دي كانت بتتعمل على إن الأطفال وأولياء أمورهم أو أهلهم اللي هم بيشتغلوا أصلاً في الفيلز، يعني بيشتغلوا في الحقول وفي فترة معينة من الشهر أو فترة معينة من السنة بيتعرضوا لمبيدات، فوجدوا علاقة ما بين تعرضهم للمبيد بشكل مستمر وبشكل منتظم وإصابتهم بأمراض الجهاز التنفسي. طيب دلوقتي ازاي همنع الكرونيك ديزيزز دي، او ازاي انا قلت في البدايه ان المبيد انا هستخدمه، ما فيش حاجه اسمها ان علشان المبيد بيسبب امراض يبقى انا هبعد عنه، لا انا مش هقدر ابعد عن المبيد، بس انا ان شاء الله هيبقى في حلول في الاخر هتكلم عنها. هو هنا بس في منظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه جمعوا الكرونيك ديزيز اللي ليها علاقه بكوفيد 19، وكان منها الكانسر، وكان منها الكرونيك كيدني ديزيز، وكان في سي او بي دي وامراض القلب، و زي ما قلنا أمراض الجهاز التنفسي، أمراض المناعة وضعف المناعة بشكل عام، الربو، الأمراض المتعلقة بالأوعية الدموية، الهايبرتينشن أو اللي هو الهاي بلاد بريشر أو ارتفاع ضغط الدم، والليفر ديزيزز أو أمراض الكبد. يبقى في النهاية زي ما أنا قلت هو في حلقة بتوصل ما بين التعرض للمبيدات أو الكيميكالز عموماً ومن ضمنها المبيدات والإصابة بالكرونيك ديزيز، ثم إن الكرونيك ديزيز دي بتبقى
بتسبب ان الكوفيد 19 اعراضه تزيد والبروتوكول العلاجي ما يجيبش نتيجه. طيب يبقى الفايده او خلاصه الامر انا هطلع بايه؟ هنبطل نستخدم مبيدات؟ لا مش هنبطل نستخدم مبيدات، لكن لازم يبقى في احتياطات امان. يعني انا دلوقتي في فلاح هيشتغل على مبيد معين، يبقى هو لازم يبقى عارف ايه هي خطورة المبيد ده وايه هي الخطوات الصح اللي المفروض هيعملها. هيلبس جلوفز، هيلبس كمامة، المفروض ان العبوات بتاعة المبيد ليها استخدام معين بعد ما بتنتهي بينتهي المبيد والعبوات خلاص بتبقى فارغة. ازاي اتخلص منها؟ ما ينفعش ان بعد شوية الاقي الفلاح بيستخدمها ويملى بيها مية مثلا او بيسقي بيها الزرع تاني او بيتعامل معاها بشكل طبيعي كأنها عبوة نظيفة او كوباية حتى يعني. فدي اولا. وثانيا دورنا احنا بقى كباحثين بنشتغل في مجال المبيدات ان احنا بندور على البدائل. يعني ايه بندور على البدائل؟ انا دلوقتي مش لازم كل المبيدات اللي استخدمها يبقى اصلها كيميكلز. يعني انا ممكن اشتغل على مبيدات اصلها بلانتس، ودي كانت المجموعة اللي لو هنرجع شوية بالذاكرة للسلايد فاتت مش موجودة في وسط المبيدات اللي بتسبب كورونيك ديزيز، وهي مجموعة البايروسرويد. مجموعة البايروسرويد هي مبيدات اصلها نباتي من الأورجانوفوسفورس والأورجانوكلورين والكربامين. يبقى ده حل إن أنا هوجد بدائل للمبيدات الكيماوية، هعمل مبيدات أصلها نباتي. هنقول مثلاً إن محدش هيقدر يضحي ويجرب، أو هيقولوا إن المبيد النباتي هتبقى كفاءته أقل من المبيد الكيميكال، ممكن يحصل عملية خلط ما بين المبيد النباتي وما بين المبيد الكيميكال، فبينشط من المبيد النباتي وبيقلل من المخاطر بتاعة المبيد الكيميكال. طيب ده احنا ليه قلنا كده؟ لان من وقت ما ظهر الكوفيد لحد النهاردة هو احنا عمالين كل شوية بنسمع هيبقى في مصل، هيبقى في علاج، وان شاء الله لحد ما يكون ده حصل احنا لازم ناخد احتياطات الامان بتاعتنا اللي هي وزارة الصحة طول النهار بتقولها، هنلبس كمامة، هنتباعد، مش هنسلم، الكلام ده كله ده ما يخص وزارة الصحة. ما يخص المتعاملين مع المبيدات بشكل مباشر وغير مباشر هو اللي أنا قلته ده، احتياطات الأمان أثناء التعامل مع المبيد، وإحنا بنقدم للي بيتعاملوا مع المبيد بدائل أمنة بشكل أو بآخر على صحته. طيب كمان في حاجة لو الوقت إن شاء الله يساعدني، يعني في بقى حاجة صحية المفروض إن إحنا برضو بنعمل عليها أبحاث عندنا في المعمل، إن طيب البني آدم اللي بيضطر يتعامل مع الكيميكال بيستسايد إزاي هيحافظ على صحته بغير الطرق اللي إحنا قلنا عليها، بيلبس إيه أو بيتعامل مع المبيد إزاي، هيتعامل مع صحته هو نفسها إزاي. في بعض الأكلات وهم في الفلاحين نفسهم عارفينها أكتر مننا إحنا كقاهريين، من اللي بتعلي المناعة وبتزيد من مقاومة الجسم لأي نوع من أنواع الكرونيك ديزيز اللي قد تسببها المبيدات. طبعاً هم يعني أكثر دراية مننا بنباتات اسمها السريس والجعضيد والكلام ده كله، كل ده إحنا عملنا عليه أبحاث وأثبت فعلاً بقدرته على إن هو يرفع المناعة ويقاوم الأضرار اللي بتسببها المبيدات. بعض المشروبات السهلة جداً والبسيطة اللي بتبقى موجودة حوالينا، الشاي الأخضر، المرمرية، الفواكه، الخضروات، كل ما كانت طبيعة الأكل بتاعة اللسان اللي بيتعامل مع المبيدات بتزود مناعته، كل ما قلت فرصة إصابته بالكورونيك ديزيز، كل ما قلت فرصة الإصابة بالكوفيد 19. شكرا، متشكره جدا. شكرا.
زي ما بدأنا اليوم بأستاذنا الفاضل دكتور نور، مشاركة متميزة من دكتور نور. إن شاء الله برضو كان اختتم فعاليات اليوم بمشاركة إن شاء الله متميزة من الأستاذ دكتور عبد التواب حليم موسى، أستاذ المبيدات في القسم ومقرر اللجنة الوطنية للسميات وعضو اللجنة العلمية لمراكز الترميم. دكتور أنا حاولت أضغط الأفليشنز كتير بتاعتك، فربنا يوفقك إن شاء الله. محكم في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وأستاذ زائر في جامعة فلورا نانو بايو تكنولوجي الهند. دكتور عبد التواب لي أبحاث كتيرة في مجال تحضير المبيدات الخضراء اللي هي الإيكو فريندلي بيستسايز باستخدام تكنولوجيا النانو، وأيضا في مجال تحضير مضادات تسمم للمبيدات باستخدام تكنولوجيا النانو. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر الدكتور عزة رئيسة القسم، والدكتور سيد رئيس الشعبة، والسيدة وكيلة الشعبة، وإدارة المركز في إتاحة الفرصة لعمل بعض المحاضرات مجال اهتمام المركز، وبشكر الزملاء اللي قالوا المحاضرات قبل مننا. واستكمالا لموضوع المبيدات اللي أثير واتكلمت فيه الدكتورة ريهام، هنكمل جزء صغير موجود هيبقى فيه أوتلاين لبعض الحاجات اللي هي المرتبطة بالجرين بيستسايد أو المبيدات الخضراء أو المبيدات من أصل نباتي، سواء كانت إسينشال أويل أو بلانت إكستراكت. زي ما احنا عارفين ان اللونج تيرم ابلكيشن للبيستسايد بيبقى فيه تجميع او تراكم لمتبقيات المبيدات، سواء كانت في البيئه او بالنسبه للهيومن نتيجه الاكسبوجر بالنسبه للاجريكلتشر وركر، وده بيكون له تاثير غير مرغوب على الهيومن وعلى الايكو سيستم والنون تارجت اورجانيزم. زي ما احنا عارفين كلنا التاثيرات الضاره للمبيدات، بالنسبه للهيومن في تاثيرات كتيره بتتم بالنسبه للهيومن، الاكيوت توكسيستي اللي هي النيرو توكسيستي خصوصا لمجاميع الاورجانوفوسفورس والكربامات والبيروسترويدز، في الديلايد نيرو توكسيستي، في الريبرودكتيف توكسيستي، في التاثير على الاميونيتي وعلى الاندوكراين، وبعض المبيدات بتعمل اوكسيديتيف ستريس وخصوصا على الجرعات او التعرض لجرعات سب ليسال دوز غير سامه، بتعمل خلل لبعض الوظائف بعض الاعضاء، وبتعمل ميوتاجينستي او جينوتوكسيستي وكارسينوجينستي. في مبيدات كتيره موجوده، احنا هنعد بس بسرعه على الحاجات اللي موجوده ديت كبدايه للمحاضره. على النون تارجت اورجانيزم او على الكائنات النافعه او الغير المستهدفه بالنسبه للتعرض للمبيدات، في مثال صغير موجود النيونيكوتينايد انسكتسايد وتاثيرها كنيروتوكسيك افكت او نيروتوكسيك ايجنت بالنسبه لنحل العسل، لان بعض المركبات اللي بتاثر على الجهاز العصبي زي الاميدا كلوبرايد وخلافها، والمركبات الموجوده ديت حوالين منها مشاكل كتير موجوده في اوروبا، وتقريبا فرنسا وقفت معظم المركبات اللي موجوده نتيجه التاثيرات الضاره ده على نحل العسل. احنا مشارنا او لنا شغل كتير موجود في المجال ده، كان منشور في البيستسايد بايوكيمستري اند فيسيولوجي، في الهيومن اند اكسبيرمنتال توكسيكولوجي، في توكسيكولوجي اند اندستريال هيلث، في كان في حاجات بالنسبه للاجريكلتشر وركرز التعرض للمبيدات لعمال الرش وعمال الزراعه، كان في حاجات موجوده على الانيمال، كان في بعض الحاجات عن طريق عمليه الانتقال، تهل المبيدات ممكن تنتقل عن طريق الرضاعه من الام للابناء، كان تجارب كلها موجوده بالنسبه على حيوانات التجارب. كان في بعض الدراسات اللي احنا عملناها في التعرض من خلال
خلال الحمل او انتقال المبيدات من خلال الحمل من الام للمزر والافكت على 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 نوع الجنين وعلى حجم على حجم الجنين وعلى الوزن. هل المبيدات لها تاثيرات جينيه ولا لا؟ هي ممكن تعمل اوفر جين اكسبريشن لبعض الجينز اللي موجوده داخل الكائن الحي وكانت بتتم على حيوانات التجارب. ده بنوصل لسؤال او لحاجه موجوده، هل المبيدات هي سامه ولا لا؟ اكوردنج لوكاله حمايه البيئه الامريكيه ما فيش مبيدات اسمها سيف، ما فيش مركبات على على القر على على الكره الارضيه اسمها سيف. السيفتي ما هيش حاجه مطلقه. الاكيوت توكسيستي او الهازر كاتيجوري للبيسيسايد وفقا للدبليو تي او متقسمه في مجموعه من المجاميع، الكاتيجوري 1A او 1B او 2 او 3 او U على حسب الاكيوت اورال توكسيستي بالنسبه للمركبات بتتحط، والمقابل لها علشان بتعامل مع المبيدات بطريقه معينه في السوق للمزارع او اللي بيشتغل في مجال المبيدات بندي لون على حسب الخطر بتاع المبيد على لون العبوه نفسها. العبوه لونها احمر انت عارف ان السميه بتاعتها عالي، العبوه لونها ازرق، اللي العبوه لونها اخضر، فبتاخد لون على حسب التوزيع بتاع السميه للمركبات. من هنا ظهرت الاهميه لايجاد بدائل أكثر أماناً. إحنا مش نقول كلمة آمنة، إحنا بنبحث على بدائل أكثر أمانة من مصادر طبيعية عبارة عن مصادر نباتية كبديل أو كبدائل للمركبات المبيدات المخلقة أو المحضرة الصناعية. بالنسبة للتوازن ما بين عملية الإنتاج وعملية مكافحة الآفات لابد من استخدام المبيدات المحضرة صناعياً أو المبيدات الكيميائية، ولكن هناك طرق ومعايير للتسجيل والمبيدات اللي ممكن يتم عملية التداول. المبيدات المستخدمة من أصل نباتي وإحنا بنسميها الجرين بيسيسايد هي بتكون من مصدر عضوي، هي بتكون أقل سمية بالنسبة للإنسان والحيوانات والنظام البيئي. احنا ما فيش مركب نقدر نقول عليه مطلقا ان هو سيف، ان هو امن، ما فيش الكلام ده اصلا موجود، لكن هو اكثر امانا او اقل سميه، وذلك وفقا للمعايير الطبيه والاختبارات المتوفره في الوقت الحالي. معنى ذلك ان المركبات المسجله قد يتم ايقاف استخدامها فيما بعد نتيجه ظهور تاثيرات مرضيه او تاثيرات سميه نتيجه عن التعرض للمبيدات، وده الحادث على مستوى التاريخ. لو شفنا من اول المبيدات من اول الدي دي تي وخلافه والمركبات اللي موجوده كانت بتستخدم في مرحله معينه ثم تم ايقاف الاستخدام نتيجه ظهور بعض المشاكل الصحيه، سواء كانت حاجات متعلقه بالكانسرز او حاجات متعلقه بالريبرودكتيف او الاميونيتي على حسب الافكت اللي بيكون مش مرغوب من التعرض للمبيدات وعامل مشاكل، فبيتم ايقافه مع وجود بعض البدائل اللي هي الاكثر امان. الاسينشال اويل من الحاجات اللي هي المهمه جدا اللي ممكن نستخدمها كالترناتيف بالنسبه للبيسيسايد للكنترول للبيسس في الاجريكلتشر وفي البابليك هيلث. معظم الاسينشال اويل بيكون فيها مجموعه عاليه او مجموعه متنوعه من المركبات الفعاله اللي لها فعاليه ممكن تستخدم ضد الحشرات، ضد الفطريات، ضد النماتودا، ضد البكتيريا، ضد العناكب. كبعض المركبات بتستخدم كمبيدات حشائش، بعض الحاجات بتستخدم للقوارض. معظم التاثيرات بتاعتها بتكون حاجات لا انسكتسايدال اكتيفيتي، حاجات بتموت، حاجات لا انتي فيدنت مانعه للتغذيه، حاجات فيها ريبيلنت، حاجات فيها اي جي ار او جروس ريجولاتوري اكتيفيتي بالنسبه للاسينشال اويل. والاسينشال اويل بتكون عباره عن كوكتيل من مجاميع او من مركبات كيميائيه مختلفه على حسب الاويل وعلى حسب الفاميلي المجموعه النباتيه اللي موجود فيه اللي تابع لها الاويل، وبيكون لها الاكتيفيتي بتاعتها بتدي رينج واسع من عمليه المكافحه. ممكن تستخدم في ايه؟ ممكن تستخدم في الاجريكلتشر كانسكتسايد، هربسايد، فانجيسايد، بكتيريوسايد، نيماتوسايد، اكاروسايد او على القوارض، وممكن تستخدم في الفيترينر للحاجات على القطط على الكلاب، ممكن تستخدم في البابليك هيلث على الناموس على الدبان على الصراصير على خلافه من الحاجات اللي موجوده. الاسينشال اويل بتحتوي على بعض المجاميع الكيميائيه زي التربينز والبنزين ديريفاتيفز والهيدروكربون والاذر كومباوند
انا مش هدخل في التفاصيل في الحاجات اللي موجوده بتاعتها لان هي مش يعني مش ريليتد للشغل كتير، لكن احنا عايزين نقول ان المونوتربين هو اللي هو المكون الاعظم بيمثل 90% من مكونات الاسينشال اويل، وديت امثله لبعض التربينات اللي موجوده داخل الاسينشال اويل. بنقولهم الانسكتس الاسينشال اويل في الكيميكال كومبوزيشن الاسينشال اويل هو معظمه او الحاجات الاسينشال اويل هي كلها لايبوفيليك. لايبوفيليك ان هي حاجات محبه للدهون، المركبات المحبه للدهون بتبقى سهل ان هي يحصل لها عمليه بنتريشن لداخل الحشره من الكيوتيكلا اللي موجوده عليها، وبالتالي تؤدي الفعل السام له، سواء كان الفعل السام هو تغيرات بايوكيميائيه او مورتاليتي او على حسب نوع الميكانيزم اوف اكشن بتاع المركبات. ان التوكسيستي بتاعت الاسينشال اويل not dependent on the chemical structure of the major active compound، ولكن المركبات الصغيره اللي موجوده بتركيزات صغيره موجوده داخل الاسينشال اويل بتلعب دور كبير جدا في عمليه التوكسيستي، سواء في السينرجيستيك افكت بتاع المركبات دي. بالاضافه للسميه بتاعت الاسينشال اويل لابد احط في الاعتبار الفورميوليشن التجهيزه نفسها، لان علشان خاطر يؤدي اي مركب التاثير السام له لابد اوصل المركب للسايت اوف اكشن، عشان يعمل الميكانيزم اوف يتم المود اوف اكشن بتاع المركب لابد يكون في صوره فورمولايشن مناسبه يوصل للسايت اوف اكشن. وصل للسايت اوف اكشن ثم بعد كده يبدا يحصل المود اوف اكشن او ميكانيكيه التاثير بتاعه المركب. مش هيحصل اي افكت من اي مركب او اي اويل او اي بلانت اكستراكت انا ما قدرتش احضر الفورمولايشن ان ينتقل المركب لمكان التاثير داخل الحشره او داخل الحيوان او داخل النبات على حسب التارجت بتاعه. دي بعض الامثله للكيميكال ستراكشر بالنسبه للاكتيف كومباوند اللي موجوده في الاسينشال اويل. الاسينشال اويل ممكن بتاثر، ممكن تستخدم بعض المركبات الفعاله فيها، او ممكن تستخدم الاسينشال اويل كمواد مساعده في عمليه الفورمولايشن بالنسبه للبستسايد، ممكن تستخدم الاسينشال اويل كانسكتسايدال اكتيفيتي او ريبيلانت او حاجات طارده او حاجات انتيفيدنت منع للتغذيه او حاجات جاذبات او اي جي ار مانعه للانسلاخ او حاجات ممكن تستخدم في يوميجنت او في التبخير ده عشان تعمل جرين انسكت بيست مانجمنت، عمليه مكافحه اداره متكامله خضراء للافات اللي موجوده سواء في البابليك هيلث او في الاجريكلتشر. احنا مبيدات بتكلم عندي سيان الاثنين الاجريكلتشر والبابليك هيلث، فمجال واخد المجال كمجال مبيدات. بالنسبه لبعض الامثله لبعض المركبات اللي هي الريبيلا اللي هي بعض النباتات اللي لها ريبيلا اكتيفيتي زي الشيح الخليلي والثوم والنعناع والكراويه، ولها بعض الاكتيفيتي بتوصل ل 100% من الاكتيفيتي الخاصه بالنباتات ضد بعض الحشرات زي سوسه اللوبيا وخنفساء حبوب اللقاح وخنفساء الطحين وخلافه. ودي امثله لبعض الكيميكال ستراكشر اللي موجوده في الانسكتسايدال اكتيفيتي الانسكتسايدال اكتيفيتي للحاجات اللي موجوده لبعض المركبات زي النيم والريحان والمرمريه والكركديه. انا هعدي على بعض الامثله اللي موجوده ونشوفها مع بعض كامثله لبعض النباتات اللي لها بعض الاكتيفيتي كانسكتسايد. في بعض الكومبوننت او بعض المركبات الكيميكال بيور كيميكال كومباوند اللي موجوده داخل الاسينشال اويل لها اكتيفيتي زي الثيامر زي المنسان خلاف مجموعه كبيره من المركبات لها اكتيفيتي. والهدف او عمليه التحليل للمركبات اللي موجوده في الاسينشال اويل او في البلانت اكستراكت لمعرفه الاكتيفيتي بتاعتها هو ممكن بتستخدم في عمليه الديزاين لبعض المركبات اللي في الساينثيتيك اللي موجوده، وده ممكن يكون المثال قدام عيننا الواضح اللي هو البايروسرويد. البايروسرويد بدانا نشتغلوا فيها كحاجات ناتشرال ثم بعد كده بقت ساينثيتيك، بقت حاجات ساينثيتيك بيتم تحضيرها داخل مصانع موجوده على الرغم من السورس بتاعها ناتشرال، بالاضافه لبعض المركبات الخاصه بالنيكوتين. الفيوميجنت في بعض الحاجات زي الكراويه زي الشبه زي الكمون، ممكن بعض التاثيرات المقابله لبعض الحشرات الخاصه بي. الانسكتسايد كالاسينشال اويل كالاي جي ار ممكن بتاثر على الجروس، ممكن بتعمل في الريبرودكشن افكت او او الاوفر بوزيشن بالنسبه للعمليه وضع البيض بالنسبه للحشرات.
الانسكتسايد كريبيلنت بعض الاسينشال اويل كومبوننت اللي ممكن لها اكتيفيتي زي ال 1-8 سينول اللينول السيز جاسمين البازل اويل وخلافه من قشور السيترس وخلافه من بعض الحاجات اللي بيكون لها اتراكتيف بعض المكونات اللي هي الجاذبه بالنسبه لبعض الحشرات اللي ممكن تستخدم في عمليه المصارف. الميكانيزم اوف اكشن اوف اسينشال اويل، الاسينشال اويل بتحتوي مجموعه من المركبات الكيميائيه. احد الميكانيكيات اللي موجوده بالنسبه للتسمم هي النيرو توكسيك اكشن بالنسبه للاسينشال اويل، انهيبيشن للاستالك نيستريز والبلوك للاكتوبامين ريسبتور والبلوك للجابا ريسبتور، او ممكن بيحصل افكت البايوكيميكال اند فيسيولوجيكال ديسفانكشن افكت على الهرمون والافكت على السيتوكروم بي 450 او بعض التاثيرات الاخرى. معظم التاثيرات النيروتوكسيك افكت للاسينشال اويل هي مماثله في الاعراض بتاعتها للاورجانوفوسفورس والكربامات انسكتسايد، ودي بعض التوضيح للصور الخاصه بالافكت على النيرفس سيستم. من العرض الصغير ده نقدر نقول البروبوزال ميكانيزم اوف اكشن، هو الميكانيزم اوف اكشن بتاع الاسينشال اويل ممكن يتاثر ازاي على الانسكت كمبيدات موجوده او كمبيدات خضراء. في دايركت افكت او دايركت توكسيك افكت اللي هو تاثير البلوكينج اللي هو النيرو توكسيك افكت الانهيبيشن الاستارفينستريز الاكتوبامين الجابا ريسبتور اللي بيحصل بعد كده سميه عصبيه ثم بعض الاعراض بتاعتها ثم موت للحشره. او الاندايركت افكت والتاثيرات الهرمونيه والتاثيرات الفرمونيه والاي جي ار والتاثير على البايوكيميكال والسيتوكروم بي 450 ثم بعد ذلك بتكون النتيجه هو عمليه الموت. اللي بيميز الاسينشال اويل ان فيها مجموعه متنوعه من المركبات وبالتالي ممكن يكون في اكثر من ميكانيزم اوف اكشن بيتم داخل الحشره او داخل البيست اللي بيتم مكافحتها، وبالتالي في صعوبه او في تاخر في عمليه التطور بتاع ريزيستنس، مش هتظهر ريزيستنس بطريقه سريعه زيها زي بعض المبيدات الحشريه اللي ممكن يحصل فيها ريزيستنس، وديت من احد المميزات الخاصه بالبلانت اكستراكت او الاسينشال اويل. الكيميكال استراكشر او الافكت للاسينشال اويل بيرتبط بحاجتين، بيرتبط بالفانكشنال جروب المجاميع الفعاله اللي موجوده في الكيميكال استراكشر طبيعتها والبوزيشن المكان بتاعها والكيميكال بروبرتيز الخصائص الكيميائيه بالنسبه للمركب الكيميائي اللي موجود، عمليه الذوبان والكيميكال استراكشر والمولكولار ويت لان في علاقه موجوده ما بين المولكولار ويت والبوزيشن بتاع الاكتيف جروب والريسبتور اللي ممكن يتم الارتباط فيه علشان خاطر تدينا السميه اللي هو الريليشن شيب بتوين ذا كيميكال استراكشر اند ذا توكسيستي للمركبات. وديت بعض الامثله للريليشن شيب بتوين التوكسيستي والكيميكال استراكشر للال من سام مع زياده مجاميع الميثايل بتزيد السميه بتاعه المركبات، ودي بعض القيم بتاعه ال دي 50 ثايمون 25.4 ثم اللي هو البيوجون 51.6 وعلى حسب عدد المجاميع اللي هي الالكتروفيليك جروب الموجوده بتزيد السميه بتاعه المركب الكيميائي اللي موجود. الاسينشال اويل فيه هو خليط من المركبات الكيميائيه اللي موجوده داخل الاسينشال اويل، وبالتالي بيكون سينرجيستك افكت موجود وبيحصل عمليه الافكت في اكثر من مكان داخل جسم الحشره، وبالتالي يكون في فعاليه اكثر وعدم تطور لصفه المقاومه بسرعه. بالنسبه لو ركزنا على الابحاث اللي موجوده في الداتابيز او على في الليتريتشر بالنسبه للاسينشال اويل هنلاقي فيه ابحاث كتيره موجوده على البيولوجيكال اكتيفيتي للاسينشال اويل كذا كاروسايد نيماتوسايد بكتيريوسايد في حاجات كتيره موجوده بالالاف. فلو خدنا الاسينشال اويل والبيسيسايد اكتيفيتي هنلاقي اكتر من 100,000 بحث موجودين في الليتريتشر. اخد الاسينشال اويل والانسكتسايدال اكتيفيتي ابحاث كتيره موجوده في الاسينشال اويل والفانجيسايدال اكتيفيتي ابحاث كتيره موجوده في الليتريتشر، الاسينشال اويل والهربسايد ابحاث كتيره موجوده. طيب
الاسينشال اويل اللي موجود معظم الابحاث بتاعتنا لا ما بتطلعش بره البنش. احنا بنشتغل على البنش وكلنا بنعمل بعض التجارب اللي موجوده وبنعمل البيولوجيكال اكتيفيتي وبننشر. ما فيش اي استفاده. الاستفاده اللي موجوده قليله جدا في عمليه ان انا انقل نتائج الابحاث اللي موجوده من مستوى اللاب لمستوى الابلكيشن بالنسبه للفيلد. ففي مشاكل موجوده في حاجه زي كده. ليه؟ بنلاقي فيه جاب كتير بين الريزلت اللي موجودة على مستوى اللاب بالنسبة للحاجات اللي هي الابليكيشن كمنتجات موجودة. وده التوجه اللي موجود بتاع الدولة أو بتاع المركز أو بتاع المؤسسات اللي موجودة، إن أنا أحاول بقدر الإمكان إن يبقى فيه استفادة تطبيقية، إيه بينعكس إيه على المجتمع من الحاجات والأبحاث اللي إحنا بنعملها. فالنظرة الموجودة حالياً أنا بدور على الحاجات القابلة للتطبيق. يبقى فيه اتجاه قدام مني في عمليه الشغل، ما عادتش الابحاث التقليديه العاديه ان انا هشتغل واشوف المركب هو ليه اكتيفيتي ولا لا الداتا بيز موجوده فيها كل المركبات كل الزيوت اللي موجوده او كل المركبات اللي موجوده، وفي الاكتيفيتي بتاعتها في حاجات كتيره موجوده. فبالتالي احنا مش هنضيف حاجات كتيره في بعض الحاجات. ما يميز الاسينشال اويل او البلانت اكستراكت ان هي في عمليه التسجيل ما بتحتاجش نفس الريكويرمنت نفس المتطلبات بالنسبه للمركبات المحضره الصناعيه، بلاش المخلقه، المحضره الصناعيه، المركبات الكيميائيه، وخصوصا في بعض الدراسات بتاعه التوكسيكولوجي والحاجات بتاعه الايكوتوكسيكولوجي. وبالتالي فتره التسجيل او الفتره اللازمه للتسجيل بتبقى فتره صغيره، مش زي المركبات المحضره اللي هي الساينثيتك بيسيسايد. هل في امثله موجوده للمركبات لحاجات اسينشال اويل بتطبق وموجوده كوميرشال؟ في ناس كتير عملت حاجات، في موجوده في اوروبا وفي موجوده في امريكا، وفي حاجات موجوده كتير للزيوت اللي موجوده بتستخدم كوميرشال لعمليه المكافحه، زي ايه؟ زي الروزماري، زي السينامين، زي الليمون جراس، زي الجرانيول. في حاجات كتيره موجوده بنسب مختلفه بيتم استخدامها في فورمولاشن معينه لمثلا في بعض المركبات زي الانسكتسايدال اكتيفيتي ومستخدمه كوميرشال موجوده كانسكتسايد. في بعض المركبات انسكتسايد وميوتاسايد كعناكب موجود منها الماده الفعاله الموجوده فيها محطوط زيت اللي هو روزماري وبعض الحاجات البيبرمان بنسب مختلفه موجوده من الحاجات اللي موجوده. يبقى التوجه اللي موجود احنا بننقل نتائج الابحاث اللي موجوده على مستوى اللاب ان انا ابدا اعمل عمليه فورمولاشن موجوده عشان اوصلها لمستوى الفيلد او الجرين هاوس. في بعض الحاجات اللي موجوده الروزماري مع البيبرمنت في بيستخدم كبكتيريوسايد وكفانجيسايد وكانسكتسايد موجود. في بعض السايمول اويل اكستراكت وبعض الحاجات بعض المواد المساعده عشان نعمل الفورمولاشن كبكتيريوسايد وفانجيسايد وانسكتسايد. في صابونين بتركيز 8.6 مستخدم كنيماتوسايد. فيه الإجنول مستخدم كهربسايد. دي كلها منتجات طبيعية من زيوت أو مواد فعالة من زيوت نباتية طبيعية موجودة في صورة تجارية في السوق، متداولة في السوق بيتم استخدامها في فترة. إذن احنا نقدر نعمل حاجة موجود، احنا نقدر نعمل حاجات ننقل نتائج الأبحاث بتاعتنا من مستوى اللاب لعمليه الابلكيشن ونبدا نحاول. ما فيش حاجه بتيجي مره واحده، بنعمل المحاوله تراي المره واثنين وثلاثه واربعه. طالما انا بشتغل وبجتهد لابد هنجح، ما فيش جدال يعني باذن الله هنجح طالما بشتغل وفي اصرار وفي عزيمه ان انا انقل المنتج بتاعي او نتائج الابحاث بتاعتي ان شاء الله هنجح. في حاجات موجوده بتستخدم من مصادر طبيعيه متسجله عندنا في مصر. في البايرسلين كان موجود قبل كده، في الازادراختين اللي هو النيم موجود دلوقتي، في الابامكتين موجود، في البي تي، في الاسبينوسات، في حاجات بعض المنتجات اللي موجوده متسجله وموجوده في الكتيب بتاع وزاره الزراعه للمبيدات المسجله كحاجات ناتشرال. لكن مطلوب ان انا اوسع او ازود عدد المنتجات اللي موجوده من مصادر مختلفه. يبقى في تنافسيه، ما يبقاش المنتج قدام منه مقتصر على حاجه طبيعيه هو مصدر واحد، في اكتر من فورمولاشن باكتر من ماده موجود. يبقى في اختيار ما بين قدام المزارع او قدام المستثمر ان هو هياخد حاجه يطبقها في الفيلد لها كفاءه معينه. دي امثله لبعض الحاجات اللي موجوده. هنقوله بقى حاجه، طب الاسينشال اويل عشان الفورمولاشن بتاعتها الاسينشال اويل احنا زي ما قلنا اللي هي لايبوفيليك، والحاجات اللايبوفيليك مش هتدوب في الميه. طب انا عايز احوله لصوره اقدر اطبقه، يبقى عندي مشاكل بالنسبه للاسينشال اويل. الاسينشال اويل كاز انسكتسايد في مجموعه من المشاكل. اول حاجه عمليه التطاير للاويل، الاويل معظمه متطاير. الحاجه الثانيه السولابيليتي، الذوبان بتاعه مش هيدوب،
الحاجة الثالثة الاستابيليتي أو الديجريديشن بتاعه هي يتحطم بعد فترة ويديني الشورت لايف بتاعته تبقى صغيرة ويديني حماية لفترة صغيرة. المزارع عايز مش هقعد أطبق المركب بتاعي أو هرشه كل يوم، عايز فترة حماية موجودة بالنسبة للمحصول. يبقى لابد قبل ما أشتغل في الاسينشال أويل أو أعمل فورموليشن لابد أفكر على أدور على حلول للمشاكل دي حلول مشاكل موجودة واقعية. ان انا حاجات موجوده هي فيها مشاكل، ان هي بتطير، ان هي ما بتدوبش، ان هي ما هي الثابته بتتحطم، الفتره الثبات بتاعتها او الحمايه بتاعتها بالنسبه للمحصول فتره صغيره. علشان اتغلب على ديت احنا دخلنا بجزء صغير هو استخدام النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي ان انا اخد الاسينشال اويل واحوله في صوره من خلال النانو تكنولوجي في صوره تبقى دايبه في الميه من غير ما استخدم توكسيك سولفنت، من غير ما استخدم اي مذيبات موجوده تكون سامه، بديله ستابيليتي فتره زمنيه طويله وبحميه من التحطم عن طريق ان انا اعمل كنترول ريليز باستخدام المايكرو كابسوليشن او الكابسوليشن بالنسبه للاسينشال اويل. بالاضافه لعمليه تحويل الفورمولشن بتاعه النانو ان هي بتزود الفاعليه بتاعه الاسينشال اويل، بتزودها لان حجم الدروبلتس اللي موجوده بتكون اقل وبالتالي مساحه السطح بتبقى كبيره وبالتالي يبقى فيه في 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 فاعليه عاليه للزيت مقارنه بالزيت الطبيعي. لما نيجي نختار الاسينشال اويل، ما الاسينشال اويل موجوده كتير ولكن ممكن يبقى فيه بعض الاسينشال اويل لها فاعليه عاليه ولكن ما اقدرش استخدمها. ليه؟ لابد عشان اختار الاسينشال اويل اعمل فورمولشن موجود لابد يكون رخيص وبيكون ايزي سهل ان انا احصل عليه. مش هعمل اسينشال اويل هجيبه من شركه سيجما ولا التريت ولا من اي شركه من الشركات اللي موجوده علشان خاطر اشتغل عليه، لابد يكون اسينشال اويل متوفر عندي. الحاجه الثانيه لابد اسينشال اويل يكون تاثيراته امنه بالنسبه للبيئه، ايكو فريندلي بالنسبه للبيئه، وبيكون اقل سميه. احنا برضو بنكرر تاني مفيش حاجه اسمها سيف مطلق، مفيش حاجه اسمها خاليه من كل المركبات لها سميه. السميه بقدر اقيسها على حسب الدوز والاكسبوجر تايم ولها بعض المعايير، لكن كل المركبات لها سميه. حتى الميه فيها مشاكل موجوده في الميه نفسها، لو خدت دوز معينه ممكن تاثر. فالمركبات بتبقى تكون اقل سميه بالنسبه للهيومن واقل سميه بالنسبه للفيرتبليت الحاجات اللي جوه. في الحاجه المهمه برضو لما اشتغل بالاسينشال اويل ان يبقى ليه اكتيفيتي على لو كونسنتريشن، يعني بشتغل بحاجات موجوده يبقى هو رخيص امن اقل سميه بالنسبه للبيئه ممكن يكون متوفر موجود عندي واقل سميه بالنسبه للهيومن وبالنسبه للحيوانات الاليفه، وكذلك بيكون بنستخدمه بتركيزات صغيره موجوده يعني ليه فعاليه مقبوله. النانو بوستسايد في حاجتين، النانو بوستسايد وفيه النانو فورمولشن. احنا بنركز على النانو فورمولشن. النانو فورمولشن بنعمل منها النانو امالشن، النانو سسبنشن، النانو كابسوليشن. احنا عملنا بعض الشغل في النانو امالشن لبعض الاسينشال اويل ان هي سهله في عمليه التحضير وان هي بتبقى الاستابيليتي بتاعتها عاليه ومساحه السطح بتاعت الحبيبات بتبقى بيزيد مساحه السطح لان نتيجه صغر حجم الحبيبات وبتزود السولابيليتي بتاعت المركبات. دي طريقه تحضير للنانو امالشن. هنعدي بسرعه، احنا عملنا بعض الحاجات اللي موجوده، الشغل اشتغلنا بعض الحاجات اللي موجوده كانت باستخدام الكاموفور وطبقناها على حشرات الحبوب المخزونه، وكانت الديامترز بتاع الدروبلتس كان 99 نانومترز وكان ليه اكتيفيتي كانت بتزيد. الدنيا مش بريحه، كانت بتزيد اعتقد 50 أو 76% الاكتيفيتي بتاعتها. وده كان بحث منشور. اشتغلنا بعض الحاجات على الجارليك وكان على بعض انواع العناكب اللي بتصيب الزيتون، وكانت الدايمتر 98 و93 نانومتر، وكانت التوكسيستي بتاعتها بتزيد مش واضحه نتيجه الفورمولشن للنانو امالشن. اشتغلنا بعض الحاجات على الروزماري، كانت موجوده على بعض الانواع العناكب وكان الفورمولشن بتاعتها بتزود التوكسيستي بدرجه عاليه تقترب من 70-80%، بالاضافه ان انا ما بستخدمش اي سولفنت توكسيك، ده هي ميه بس وبالتالي ما بيكون التوكسيستي بتاعتها منخفضه.
ابحاث اتنشرت في Environmental Science and Evolution Research في Plant Protection Research. الحاجات اللي موجوده عملنا بعض الحاجات في Fungicidal Activity لبعض الناتشرال اويل، وكان كان الكلاف والبلاكسيد اويل وكان الليمون وكان الاورنج، وكان لا اكتيفيتي كانت بتزيد، وكان وصلنا بالدروبلت سايز 82 95 و 131 كان افضلهم 54.6 نانومتر بالنسبه للدروبلت سايز. كان الايفكت بتاعها على الجروس بتاع الفطريات كان الفعاليه بتاعتها عاليه. كان الايفكت بتاعها على 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 عمليه الانبات الباثوجينيستي بتاعت المركبات كانت بالنسبه للكلاف والبلاكسيد اويل كانت الايفكت عاليه. طبقنا بعض الحاجات في الجرين هاوس، طبقنا بعض الحاجات على الخيار اثناء عمليه التخزين، فكان في فرق واضح في حمايه الثمار خلال عمليه التخزين. عملنا الاكيوت اورال توكسيستي على الانيمال والسب اكيوت اورال توكسيستي على الانيمال، ما كانش في اي توكسيستي بالنسبه للمركبات. عملنا الايكوتوكسيكولوجي على باستخدام المايكروتوكس، ما كانش في اي افكت، كانت الحاجات بالنسبه لنا ما فيش اي توكسيستي بالنسبه للبكتيريا. البحث ده مقبول للنشر في الاندستريال كروبس اند برودكتيف، مجله كويسه في التوب جورنال. عملنا بعض الحاجات على الـ على الـ على البابليك هيلث بالنسبه للنعناع، عملنا على الموسكيتو وعلى الهاوس فلاي، وكان له افكت عالي كفورميوليشن بنمشه في الكنترول للحاجات الخاصه بالبابليك هيلث. والبحث ده منشور في الاندستريال جروب اند برودكتس. احنا اشتغلنا اتكلمنا بصفه عامه، وانا اختصرت المواضيع بحاجات كتيره، المفروض كان الوقت يبقى اكتر من ده بكتير في حاجات منها، لكن انا قدام مني نقطتين دلوقتي. انا اشتغلت اتكلمنا على البيسيسايد واتكلمنا على الناتشرال او الحاجات اللي هي الجرين اللي هي المجازا احنا بنقول جرين اللي هي الاسينشال اويل بلانت اكستراكت، وفي النص احنا بننوه على بعض النقاط اللي موجوده هي ان حاجات الناتشرال سيف. لا، الحاجات الناتشرال مش سيف، لا الحاجات الناتشرال سيف ولا الساينثيتك سيف. احنا كل حاجه مرتبطه بالدوز والاكسبوجر تايم. ان كل المركبات الناتشرال ما هي السيف، ويا اخوانا كلمه ناتشرال ما لا تعني كلمه سيف، ما بتسويش سيف. كلمه ناتشرال ما بتسويش سيف ليه؟ لان معظم المركبات اللي موجوده بيكون لها سميه، وبعض الزيوت على تركيزات معينه بيكون لها سميه. لذلك كلمه سيف او كلمه ناتشرال ما هي السيف كابسوليوت. فيه مشاكل كتيره موجوده في بعض الحاجات، واحنا عملنا ريفيو ارتكلز نشرناه في البايو ميد ريسيرش انترناشونال. كان السيفتي اوف ناتشرال انسكتسايد التوكسيك افكت اوف على الاكسبيرمنت انيمال، وكان مع واحد كنت عنده استاذ زائر في الهند، وكما عملنا حاجه زي كده. الكونكلوجن، البايو انسكتسايد او الجرين بيسيسايد ممكن تستخدم كالترناتيف للحاجات الساينثيتك. الاسينشال اويل ممكن تستخدم كحاجات فيوميجانت انتي فيدنت او اتراكت او ريبيلنت، لانها واسعه الاستخدام او لها اكتيفيتي عاليه. الحاجه اللي بعد كده ان تاثير الاسينشال اويل ما بيكونش راجع لمركب واحد، بيكون راجع لمجموعه من المركبات، وبالتالي بيكون لها موست مور ذان وان ميكانيزم اوف اكشن، وبالتالي بيقلل او بيؤخر صفه ظهور المقاومه بالنسبه للحاجات. الحاجه المهمه اللي عايز نقولها ذا تيرم ناتشرال از نوت، ما هوش مساوي للاورجانيك. كلمه ناتشرال مش مساويه للاورجانيك، وما فيش حاجه ناتشرال او اورجانيك ان هي سيف. عايز اقول ان احنا في تعاون تم بيننا وبين مجموعه من الزملاء في دول مختلفه، سواء كان في الهند من خلال شغل معاهم، او في سكاون في فرنسا في جامعه بول سباتير في تولوز، او من خلال في الاي ار دي في مونبلي في فرنسا، او من خلال بلغاريا، او من خلال التعاون مع احدى الشركات الاجنبيه في 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 عمل بعض الفورموليشن والتجهيزات الخاصه بده. اشكركم. نشكر دكتور عبد التواب، وبكده احنا بنختتم فعاليات اليوم. يسعدنا باسم دكتور نهال. اتفضل يا دكتور. اتفضل حضرتك يا دكتور. شكرا لحضرتك. باسم يسعدني باسم القسمين. اتفضل يا دكتور. باسم قسم الكيمياء العضويه التطبيقيه وقسم الكيمياء الخضراء وقسم الكيمياء مبيدات الافات، نشكر
دكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، ونشكر دكتور سيد التومي رئيس شعبة بحوث الصناعات الكيماوية، دكتورة جوسلين، دكتور أحمد يوسف، جزيل الشكر لكل السبيكرز والبارتيسيبانس. بنشكر وحدة المؤتمرات والمودريتورز بين الأقسام اللي هم عملوا اليوم صراحة بشكل رائع جدا، دكتورة أيمن، دكتورة أسماء، جزيل الشكر.